الأهلي يهزم بيراميدز بالقضية الفنية 3-2، وقضية قفشة تحسم الفوز لصالح الأهلي في الوقت القاتل. مستر كولر عمل تغييرين قلب بيهم الماتش في التلت الأخراني. يمكن احنا قعدنا نتكلم ونقول لازم يعمل تغييرات مبكرة، تغييرات الشوط الثاني من البداية، ولكن في التوقيت المناسب عمل تغييرين بنزول قفشة وأليو ديانج، صنعوا الفارق، قدر يسيطر على وسط الملعب، وقدر قفشة بالقضية يجيب الهدف الثالث والنادي الأهلي يكسب بيراميدز عن جدارة واستحقاق 3-2. ألف مبروك كابتن شريف، فوز مستحق للنادي الأهلي. الحقيقة أيوه، ألف مبروك، ألف مبروك جماهير النادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي وكل مؤسسة النادي الأهلي، وبإذن الله المباراة اللي جاية بنفس الشكل اللي اللعيبة واخداها الحقيقة النهاردة، واخديها على عاتقهم الروح والبريس والضغط وكل حاجة. والنهاردة كمان في إيجابيات وفي سلبيات كتير في المباراة. إيجابياتها السيناريو اللي حصل يا أيمن، إنك أنت ممكن تكسب وبعدين تتعادل وبعدين تتأخر وبعدين ترجع تاني وبعدين تكسب، وهو ده حال الفرق الكبيرة الحقيقة اللي هي تقدر تعمل ريمونتادا في أي وقت، أو تقدر تتقدم، أو تقدر تقدم كورة. أعتقد إن هم الأفضل في مصر، وألف مبروك الحقيقة، وخطوة كبيرة جدا بنفس الشكل ده وبنفس الأداء ده إحنا نقدر نحافظ على بطولة الدوري السنة دي. اللعيبة بقت الأمور والزمام كله في إيديها خلاص، إن هم اللي وصلوا نفسهم لهذه المرتبة. حاجات كتير قوي في المباراة بتاعت النهاردة، عايز أقول لك رغم الغيابات، يعني انت برضو بتحط لاعب زي خالد عبد الفتاح النهارده في مسؤوليه كبيره، بتحط طاهر محمد طاهر في مسؤوليه كبيره، بتحط لعيبه كلها النهارده بتدي المسؤوليه الكبيره كلها لحسين الشحات اللي انا بعتقد ان هو من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده، واكيد النهارده اكيد هو هياخد احسن لاعب في المباراه. الضغوط اللي هي متلاحقه بين كل 48 ساعه ايمن، هتلاقي في لعيبه عندك توب فورم ولعيبه عايزه تلعب ولعيبه موجوده في الملعب ولعيبه وحشه الملعب، فبينزلوا ريفريش، يعني بيعملوا للملعب الشكل اللي انت بتتمناه كمدير فني، الضبط والايقاع، وانك انت بتلم كل الكور دلوقتي من نص ملعبك، اللي اللاعب كان موجود مضغوط عليه نفسيا ومضغوط عليه عصبيا ومضغوط عليه من كل الجهات، وبتلعب فرقه برضه فرقه محترمه فرقه بيراميدز. انتهى الحال بالفوارق بالنسبه لي انا، الفارق الكبير في الامكانيات اللي موجوده، والفارق الكبير اللي اللعيبه متعوده عليه اللي هو التعادل بالنسبه لهم خساره. يعني لعيبه النادي الاهلي دايما متعوده ان التعادل ممكن يبقى مروح حاطط وشه في الارض، ازاي انا تعادلت او ازاي انا ما حققتش الفوز، لكن هو كرم من عند ربنا كبير جدا الريمونتادا ديت، والاصرار اللعيبه وجهود اللعيبه. وكنا بنتكلم انا وبلال وعادل وكلنا واسامه عن البدني اللي هيحصل في الشوط الثاني، وكنا متخوفين على حسين الشحات الحقيقه، ولكن في حاجه اسمها من جوه السبيريت، روح اللاعب نفسه صحيح بتطغي على اي حاجه، بتطغي على اي حاجه ضدك، او بنسميه شورتج، يعني يعني النواقص اللي هي بتبقى موجوده. انا النهارده ما اقدرش ادي غير 60% او 70 دقيقه يعني، انما الروح اللي هي بتخليني اقدر اكمل لاخر دقيقه، او اقدر اخد الكوره زي ما خدها من ناحيه اليمين كده، لو اتفرجت وخد 3-4 لعيبه معاها من ناحيه اليمين وبيدوس، دي مش من عوايد اللعيبه ناحيه اليمين. هو مش سبرينتر حسين شحات، هو بيشتغل بمخه اكتر من صحيح. الحاله البدنيه يعني، ولكن دي حاجات كلها بتطمنك. يمكن انا قعدت انا وبلال اتكلمنا على جون يا بلال، اللي هو قلت لو ضربه الجزاء دي دخلت حقيقي احنا هنكسب ان شاء الله. ليه؟ لان التواجد بتاعك في الملعب واحساسك في استلام الكوره وفي كل هجمه، كنت انت بتقول وعادل بيقول واسامه بيقول احنا ممكن نجيب جول، احنا في كل هجمه بنروح على اي فرقه يا جماعه، احنا في امكانياتنا وتحركاتنا نقدر نجيب جول، لان عندنا العناصر اللي هي يعني النهارده انا عندنا روح اللعيبه كلها. كريم فؤاد عامل حالها، الراجل الباك رايت بتاع ريال مدريد مش من صعد دلوقتي كارباخال،
شفت السيزون اللي هو عامله ازاي وبيعمل الشكل ازاي وراح خد كاس اوروبا مع ريال مدريد وانشيلوتي. الراجل ده بيفكر يعني كريم ده حاله من الحالات اللي هي هلعب يعني هعوض النقص وانا العب في اي حته، العب هفرايت يحطني، العب زي كمان عمر كان العب واحد يمكن ربنا يشفيه يعني. يا رب. في لعيبه عندك جواكر بتنقذ الحكايه، بتنقذنا كمان معانا واحنا بنتفرج، بيبقى في امل، في امل في اي كوره هو شايفها وهو في الملعب غيرنا احنا واحنا بنتفرج كمان يعني. هو بيبقى عنده ضغوط وبيلعب على لعيبه برده منهم ناس في منتخب مصر وناس يعني في معترك كبير جدا. بقيه اللعيبه اللي انت بتبقى زي عبد المنعم واكرم وامام عاشور و هنجيلهم دول في خلال، مش قصدي لا التحليل الفني هنجيلهم، انا مش بحلل اللعيبه دي. ها انت بتبقى حاطط هم كبير قوي عليهم، ها يطلع لك قفشه اللي قاعد بره. ايوه فهمتني قصدي انا ايه؟ ينزل بروح سبرنتات وكامل ده واخد قرار اتلايم عليها بس ادوهاني بس، فاهم قصدي؟ ادوني فاول في الحته دي ادوني ويروح باعتها. وزي ما قال بلال وعادل احمد الشناوي بصراحه احنا لو لعبنا عليه من اول مباراه كان هيبقى لنا شان تاني في المباراه. فالف مبروك واللي جاي كمان ان شاء الله يبقى. فوز النادي الاهلي يعني غطى على اخطاء التحكيم، تحكيم من وجهه نظري تحكيم سيء. الحكم الاسباني النهارده كان سيء مع مرتبه الشرف من وجهه نظرنا كلنا. لا التحكيم كان مهزوز وغلط كتير، اخطاء لفرقه النادي الاهلي غير محتسبه، ما بيحسبهاش كانه ما شافهاش خالص، كانه في بعض الكرات كانه غير موجود في الملعب. هنسيب الكلام طبعا للكابتن ناصر عباس، ولكن فوز الاهلي النهارده وقضيه قفشه غطت على اخطاء التحكيم يا كابتن اسامه، والف مبروك للنادي الاهلي. الف الف مبروك. فوز يعني جه بصعوبه وده طبيعي لانه انت بتلعب الفرقه اللي بتنافسك على البطوله، واحنا قلنا ان الماتشين بتوع بيراميدز هيبقوا حاسمين في الدوري. الماتش ده التلات نقط دولت حطوك خطوه كبيره قوي، انك انت الماتشات المتبقيه لو كسبتها هيبقى فرق اربع نقط، هيدولك راحه شويه في انك تقدر تحسم بطوله الدوري. يعني في جهد كبير مبذول رغم انه في بعض الاخطاء، في شويه تاخير في التغييرات عندنا شويه، لكن لعيبه كافحت وادت مباراه برجوله، وطبعا على راسهم هو افضل واحد من وجهه نظري النهارده واستحق نجم المباراه حسين الشحات. طوال ال 90 دقيقه مؤثر جدا، سواء في التمرير، سواء في الكميات الجري، سواء في تقل في اللعب، في بتحس ان في لعيب تقيل بيلعب مش مخضوض. فالنادي الاهلي النهارده الشوط الاولاني جات له فرص بالذات في الجزء الاولاني من الشوط، بعد كده الماتش اتلعب بطريقه تكتيكيه شويه وخططيه، الاداء ما كانش عالي قوي من الفرقتين، ولكن النادي الاهلي كان اقرب للمكسب وقدر بنزول ديانج وقفشه رغم من وجهه نظري انه برده متاخرين شويه، ولكن صنعوا الفارق في الوقت الصغير، لكن فرقوا كتير. صحيح. يعني ديانج عمل كميات جري كبيره في نص الملعب، وقفشه احنا كتير قوي قلنا عنده ثقه في نفسه، عنده لاعب زمايله بيثقوا فيه، عنده رؤيه، عنده جرأه، ما بيتخضش، مش مخضوض، لعيب تحس انه الفانيلا مش تقيله عليه. فمبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، وفوز مهم، ولكن لازم نفكر في الجاي على طول لان المشوار لسه طويل يعني. حسين الشحات زي ما قلنا طبعا هو نجم المباراه، هو يعني عمل مباراه كبيره جدا جدا النهارده، وفرحه اللعيبه بعد الفوز طبعا يستحق. طبعا حسين الشحات نجم المباراه، مجهود كان كبير جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي النهارده، ولكن فعلا حسين الشحات يستحق رو المباراه. كابتن عادل الف مبروك، قضيه قفشه حسمت المباراه لصالح النادي الاهلي. طبعا كابتن مبروك الاول، ثلاث نقاط مهمين جدا، أربع حاجات النهارده أنا اتبسطت بينهم.
ويمكن هم اللي اختصر لك الموضوع من وجهه نظري. ماشي. اول حاجه دي نقاط الثقه للنادي الاهلي. تمام. تاني حاجه الضغط على بيراميدز. تالت حاجه ودي المهم رجوع ديانج من وجهه نظري اللي ما ينفعش يقعد. من افضل لعيبه الدوري. وانا بقول ان ديانج ده امكانياته كمان اعلى من الدوري المصري. ممكن يلعب في دوريات اقوى من كده. وبالتالي قفشه كمان. مبروك لقفشه القضيه ورجوعه وثقه. قفشه برده من اللعيبه اللي لازم يبقى ليها ادوار كبيره قوي في الفرقه. لكن في الاخر احنا سعداء ان احنا قربنا المسافه 8 نقاط ولكن برده لسه بدري. طبعا. الماتشات اللي جايه صعبه عليك. انت محطه. انا من عادتي بقول دايما ان الثلاث نقاط بفتح كده الدرج وبحطهم فيها وما بسالش عنهم. هم النهارده 6 نقاط لكن الستة هيتحسبوا لك في الاخر. لانك مزبوط. انت النهارده عطلت بيراميدز في مباراه كسبت. زياده وانت كسبت. خدت 3 نقاط وعطلت وخدت مباراه زياده مؤجله. مظبوط. دلوقتي انت لسه عندك الاربع مباريات المؤجلين. لو كسبت الاربع مباريات ومنهم بيراميدز ممكن يبقى الفرق هيبقى حوالي بتهيألي 7 نقاط. مش 4 لان 4 لان كان نقطة ومكسب 3 النهاردة ولو كسبته تاني ان شاء الله خلينا في اللي احنا كسبناه نفرح بيه الاول. لكن انا عاوز اقول لك حاجة ده مش وقت فرح خلاص. انا عارف انه الفرقة فهتدخل بقى في حتة المباراة القادمة بس انا النهاردة شوية علامات كده عجبتني جدا. يعني العلامة الأولانية ديانج بعده ولكن نزل عنده اصرار وعنده عزيمه وعنده فكر وجاهز. وحتى لو انت لاحظت ان ديانج ساعدت بيه النهارده لاحظت ان وزنه خف كمان. بالظبط. والجري بتاعه اخف وعنده خفيه حركه. تاني حاجه قفشه. رغم كل هذا وقفشه قعد بره كتير ولكن قفشه لعيب مهم جدا للغايه. قفشه من اهم اللعيبه المهمين في الاوقات. ممكن ما يدكش حاجات كده لكن بيديك اجوان فيها قضية او فيها حاجات كتيرة قوي. النهاردة اداك 3 نقاط ودايما اجوان قفشة بتبقى حلوة. فانا اتمنى من مستر كولر انه الايام اللي جاية يعتمد على قفشة ويعتمد على ديانج لانهم يعملوا لنا فارق وفارق كبير. ولكن في الاخر مبروك علينا 3 نقاط. مبروك علينا قربنا البيراميد شوية قربنا شوية ولكن في الاخر خلاص النقاط انتهت. لسه بدري قوي على الدوري ما زال صعب وبقولها وانا بعلنها اهو وانا قاعد. الدوري لسه صعب. مش كونك انك كسبت بيراميدز النهارده انت خدت الدوري، لا خالص. انت عندك ظروف صعبه جدا لانك انت متاخر 4 مباريات عن بيراميدز. لو كسبت ال4 مباريات وفيهم بيراميدز ممكن اقول لك الدوري اتحسم. لو كسبت ال4 المؤجلين زائد بيراميدز، لكن عادتي ان انا بقول لو الفرق ناقص مباريتين وانا عندي 7 نقاط او المبروك عليك الدوري. لكن الدوري لسه في الملعب واللعيبه لازم تجتهد ونحمد الله النهارده على الفوز لانه كان فوز معنوي وفوز يعني في توفيق من عند ربنا. الحمد لله. كابتن بلال الف مبروك. فوز غالي ومستحق للنادي الاهلي النهارده على بيراميدز. الحمد لله طبعا. يعني مباراه صعبه جدا. مباراه القمم بتبقى مباراه تفاصيل صغيره كتير. تفاصيل صغيره يعني تغيير في توقيت مظبوط، تعديل في مراكز بعض اللعيبه. تمام. كيفيه الضغط ازاي تعمل يعني فريزنج في بعض الاوقات، ازاي تدافع وتقفل بشكل كويس، ازاي تضغط على الخصم في اوقات محدده في الملعب، ازاي طريقه اللعب بتاعه التغيره من طريقه الاستحواذ لطريقه اللعب على الكرات العكسيه. تمام. اللي هو اللونج بول الكرات العكسيه. تمام. في تفاصيل كتيره في الملعب الاهلي عامل منها حاجات كتيره النهارده. عشان كده يعني في الماتشات الكبيره المهمه اللي بتحسمها التفاصيل الصغيره. تمام. بيبقى مهم جدا جدا انت كمدير فني تبقى لحد صفاره الحكم قاعد مراقب الماتش، شايف رايح فين، جاي منين، بتعمل ايه، بتغير ازاي، بتغير امتى، امتى بترجع اللعيبه، امتى بتقول للعيبه تضغط. الاهلي النهارده الشوط الثاني يعني ادار المباراه بشكل جيد. تمام. خد بالك انت جه فيك هدف وكان ممكن الهدف ده يروح بيك في حته تانية مختلفه، يروح بيك لسيناريو مختلف. ولكن اللعيبه كمان وشخصيه اللعيبه في الملعب وقدرتها ان هي تقدر ترجع
في 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 توقيت صعب زي كده، حتى كمان يعني الجول الثاني اتاخر شويه بتاع حسين الشحات البنالتي، ولكن اللعيبه في شخص، في لعيبه عندها شخصيه في الملعب قدرت ان هي تفرض سيطرتها مره ثانيه. بيراميدز النهارده واحده من المباريات الخايف فيها، القلقان فيها، تمام، قلقان من النادي الاهلي، قلقان من طريقه لعب النادي الاهلي، قلقان من قدراته وامكانيات لعيبه النادي الاهلي. النهارده بيراميدز الكره حتى بتاعتهم كره بطيئه، قلقان، خايف، خايف يلعب بالشكل الطبيعي اللي بيلعب بيه الهجمات السريعه، ويبتدي يلعب لقدام واربعه خمسه بيهاجموا، فيحصل زي ما حصل في كره حسين الشحات، الكره العكسيه اللي اتلعبت اللي خد منها ركله الجزاء، الواحده اللي قبليها بتاعه طاهر محمد طاهر لعبها بالعرض برده واحده ثانيه لحسين الشحات. فالنهارده بيراميدز انت قدرت كنادي اهلي النهارده وقدرت ككولر النهارده انك تخرجه او تبعده عن طريقه لعبه المعتاده اللي هي الباس والسرعات والاثنين الوينجين بيتحركوا ونص ملعب بيكمل مع المهاجمين، قدرت انت النهارده تغيره الحته دي، فبالتالي بان اداء بيراميدز النهارده باهت في ارض الملعب. سجل هدف، سجل هدف من اعتقد من خطا في التمركز لعيبه النادي الاهلي، تمام، الهدف اللي سجله احمد سامي، سجل هدف الاول برده كان برده خطا من التمركز، مش كرات ملعوبه، مش تكتيك ملعوب، فاهم قصدي؟ يعني انت النهارده الاهلي النهارده 1 2 3 اللي انت بتعمله، الهدف اللي سجله حسين الشحات ويكمل خالد عبد الفتاح ويباص لحسين بالعرض، دي هدف انت متمرس عليه، النادي الاهلي متمرس عليه، لكن الاهداف اللي سجلها بيراميدز اهداف من اخطاء فرديه للاعيبه النادي الاهلي. الاهلي اجاد النهارده في الماتش على قد قيمه الماتش، خد بالك المباراه برده مش سهل، بتلاعب خصم برده عنيد شويه، بتلاعب خصم برده الكواليتي بتاعته عاليه، لكن انت قدرت تحجم الكواليتي دي النهارده في الملعب، وده النجاح اللي عمله النهارده كولر واديته اللعيبه في الملعب. ممكن ما يكونش لعيبه النادي الاهلي النهارده في التوب فورم كلهم او 5 6 7 في التوب فورم، ولكن هم الافضل من بيراميدز، ولكن انت برضو النهارده انت اضعت اكثر من بيراميدز، كان ليك فرص محققه اكثر من بيراميدز، تمام، بالزبط. فدي انت لازم تقيس بالمقياس ده، مش مقياس الاهلي كان عالمي وعبقري كل ماتش النهارده المستوى قليل، لا، انت على حسب قيمه الماتش نفسك. قلنا في ماتشات هتطلع فيها وفي ماتشات هتبقى الامور صعبه، يعني النهارده مباراه صعبه، مباراه مقفوله من الفرقتين، في بعض الاوقات قدرت ان انت تفتح الجيم المقفول وسجلت ثلاث اهداف من كرات انت كنادي اهلي استغلتها بشكل كويس وعملتها بشكل كويس، تمام، وتحركات كانت تحركات فيها بشكل كويس، واللي بهنيه النهارده على اداء الرائع طبعا حسين الشحات النهارده، يعني مفتاح لعب كان عبقري جدا، التحرر اللي عمله حسين الشحات متفق عليه من كولر ده النهارده، ده هو اللي ودى الجيم في حته ثانيه مختلف، اللي عمله النهارده حسين الشحات هو ده اللي خلى النهارده شكل الاهلي مختلف، هو ده النهارده اللي عمل البرجله في خط دفاع بيراميدز المعتاد ان حسين بيلعب في الليفت وينج وان طاهر بيلعب في الرايت وينج وخلاص والامور مستقره على كده، فانت سهل تمسك اللعيبه بالشكل ده، لكن اللي عمله حسين الشحات النهارده في الملعب، تمام، اربك حسابات فرقه بيراميدز، عشان كده النهارده بقول لك النهارده في الحته الهجوميه للنادي الاهلي الاداء كان رائع جدا، كان ممكن تكسب اكتر من كده، كان ممكن تسجل اربع اهداف، وانا قلت لك ما بين الشوطين ممكن يبقى في اهداف ثانيه، تمام، المباراه ممكن تروح لاثنين وثلاثه، تمام، وده اللي عمله النادي الاهلي النهارده، مبروك للنادي الاهلي، تمام، مش بس هيضغط على بيراميدز النهارده، هو هيلاعبك مباراه ثانيه بعد اسبوع، تمام، المباراه اللي جايه خد بالك هيبقى قلقان اكتر من كده، قلقان اكتر، نتيجه ماتش النهارده تقلقه، او حاله ثانيه ممكن المدير الفني يقوم لاعب جيم مختلف خالص، تمام، يبقى عايز يلعب جيم هجومي بحت، فبالتالي يبقى عندك انت فرصه كمان انك انت تقدر تسجل اهداف. الاهلي لعب، نعم يا كابتن، عارف ايه اللي فضلنا عن عن بيراميدز وكنا افضل منه بحاجه واحده مهمه جدا يا بلال، وهو جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي النهارده عظيم، طبعا طبعا كمان يا بلال، بيراميدز يعني كلمنا قبل الماتش في بيراميدز النهارده، بيراميدز النهارده ابتدى الماتش غلط، الخوف يا كابتن، انت فهمت انا دي؟ طبعا طبعا الفكر، طب هو عدل بعد كده، الفكر اللي هو اشتغل بيه، لا لولا الجون اللي احنا خطأنا عندنا خطأ منه جه مننا احنا، انت الهدفين اخطاء، كان هيفضل زي ما هو، كان هيفضل زي ما هو. في حاجه يعني الماتش السوبر الافريقي بين النادي الاهلي والزمالك، اعتقد بيقولوا لي الاعداد ان هو تحدد يوم 27/9 بالمملكه العربيه السعوديه، او معانا على الشاشه الاهلي والزمالك ماتش السوبر الافريقي يوم 27 سبتمبر 2024 المملكه العربيه السعوديه. كل التوفيق للنادي الاهلي، دي اولى بطولات النادي الاهلي في، هنقول بقى ايه، الموسم الجديد 27/9 زي ما بدأنا السنة اللي فاتت
الموسم بلقاء سوبر مع بطل الجزائر، نبتدي برضو الموسم مع نادي الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي. طبعا أنا اتكلمت عن التحكيم، ولكن زي ما بنقول دايما لا يفتى ومالك في المدينة. بيشرفنا الكابتن ناصر عباس، ويمكن دخل بدري شوية، ولكن أكيد أخطاء التحكيم هي اللي خليته يجي بدري شوية. نورنا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، وسام عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن أحمد بلال. أهلا وسهلا يا مبروك كابتن أيمن على الأداء وعلى النتيجة. النهارده لك النادي بيراميدز، مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهارده استحق الفوز مش بس على المنافس ولكن على حكم المباراة. ودايما يا كابتن أيمن احنا بنيجي نتكلم على التحكيم وبنطلع بدري كده، لابد يكون في مشاكل تحكيمية. النهارده الحكم أعتقد ارتكب أخطاء فادحة جدا. حضرتك حذرت منه قبل المباراة. معانا الحالات، الخبرات مش موجودة، المعايير مش واحدة، أخطاء كتيرة جدا جدا. مش هتكلم كتير على الحكم، ولكن دايما بنقول الصورة لا تكذب واللقطة أبلغ من أي شيء وأبلغ من كل كلام كده. لكن النهارده بقول تاني، النادي الأهلي النهارده فاز ضد المنافس وضد الحكم الأسباني، اللي النهارده لو النادي الأهلي النهارده تعادل أو اتهزم كابتن شريف، أخطاء كتيرة جدا جدا. للأسف الشديد مستوى الحكم ما كانش مستوى، مش عايز أقول كمان متوسط، لا أقل من المتوسط. طيب كابتن أيمن، أنا جايب حالات عشان أنت تحكم والأستوديو يحكم وكل الناس تحكم، قبل ما نروح للحالات اللي هي المؤثرة أو الأخطاء الكارثية اللي حصلت النهارده، جايب حالات بسيطة أوي في الأول ونشوف. معانا أول حالة النهارده، نشوف معيار الحكم في احتساب المخالفات. أنا هنا بس مين يقول إن دي مش مخالفة ومش مخالفة وإنذار؟ أنا بس يا كابتن عادل خليك معايا، هجون خد بالك، أنا بس عاوز أقول حاجة مهمة. أنا هنا جايب الحالة دي، بس دي حالة واضحة جدا، الشد موجود وهنا في فرصة هجوم واعد لصالح طاهر، محمد طاهر، من لاعب بيراميدز الشيمي أو الشيبي شيبي. وهنا الحكم لم يحتسب المخالفة ولم يشهر البطاقة الصفراء، ده خطأ أنا بعتبره يعني من اللي احنا هنشوفه بعد كده، لا ده خطأ بسيط. أنا بوريك بس يا كابتن أيمن المعايير هنا وهنا. طيب يبقى هنا خطأ، متفقين إن هنا خطأ يستحق البطاقة والمخالفة، وهنا الحكم لم يشهر ولم يحتسب المخالفة. الشحات خد إنذار في لعبة أنا من وجهة نظري لا تستحق البطاقة. تمام؟ طب ما تيجي نشوف اللعبة دي يا كابتن، ونشوف الرجل المرفوعة في وجه حسين الشحات اللي هي لم تحتسب أيضا لحسين الشحات ولم يشهر فيها البطاقة، على الأقل البطاقة الصفر. شوف هنا الرجل مرفوعة وهنا رايحة في الوجه، وخدت يعني تقريبا راحت لمست أو مسحت الوجه. تعال نشوف هنا الزاوية الثانية، وزاوية ثانية نشوف الزاوية الثانية كانت أفضل الرؤية هي دي. هنا هرجع بس تمام عليك، برافو عليك. هذا الدخول يا كابتن والرجل المرفوعة ديت في الوجه، في معايير احتساب المخالفات، هل من المعقول دي تحسبش مخالفة؟ لا ده هو شايف كمان، بص زاوية الرؤية. لا كابتن النهارده الحكم هو ما شافش حاجة. لا كابتن الحكم النهارده، يعني أنا بقول النهارده النادي الأهلي أنقذ الحكم بأمانة مش مجاملة من الأخطاء الكارثية. أدي تاني مخالفة، أنا بس بوريك المعيار الحكم في احتساب المخالفة. إذا أنا النهارده أنا بقول الحكم ما كانش عنده معايير. لعبتين ورا بعض، أدي المخالفة التانية لم تحتسب، وإذا شفنا هنا أقل شيء يجب إنك أنت تشهر فيه البطاقة الصفراء وتحسب مخالفة على حدود منطقة جزاء المنافس. طيب احنا قلنا دايما بنقول الفوت اون فوت يا كابتن ايمن، الفوت اون فوت، وهنا هو لم يحتسب. تعال نشوف بقى محمد عبد المنعم، بص الدوسه في ركله جزاء هنا، شوف هنا بس اقف، ركله جزاء فوت اون فوت، الرجل فوق القدم، بتيجي هنا كتير وبنحللها بنقول المخالفه موجوده والتهور. هنا في ركله جزاء في دقيقه 46 لم تحتسب لعبد المنعم للاسف، تفاصيلها مش عنده، ولكن اين الفار؟ اين الفار؟ السؤال، لو المدافع ارتكب مع المهاجم هذه الحاله او العكس، نشوف هنا لاعب تسعة لاعب بيراميدز، هنا نرجع تاني نشوف هنا القدم فوق القدم،
والدهس موجود، ولكن القرارات بص الحكم فين يا كابتن؟ حكم النهارده واقف ما بيتحركش يا كابتن ايمن، حكم تفاصيله قليله جدا. بس التفاصيل الصغيره دي يا كابتن لو هو ما شافهاش في الملعب الفار يجيبه. كابتن ده حالات كتير، ده انت هتشوف. بص يا كابتن هنا عامله ازاي الزاويه، تعال نشوف. شوف الزاويه دي هنا، يبقى انا متفقين ركله الجزاء لم تحتسب لاعبنا واضحه وضوح الشمس. هنا مشط القدم على مشط القدم والدهس واضح. اوكي؟ دي حاله. نروح الحاله بعد كده. هنا امام عاشور، وخلي بالك من امام عاشور وشوف حاجتين اتنين يا كابتن قبل ما اشوف اللعبه هنا. شوف الايد من فوق والركبه من تحت. نشوف الايد من فوق والركبه من تحت. الراجل داخل ومعاه كورته ونجح في ان هو يعدي، ونشوف هنا اللاعب هنا رقم اربعه هنا بس. ده احمد سامي. بس يا كابتن دي زاويه بتقول في ايد من فوق، تمام يا كابتن؟ تمام. نمشي ادي شد. طيب من تحت في قدم ولا مفيش قدم؟ هنشوف اللي جايه دي. في قدمين ركبه. هنشوف الركبه. نشوف الركبه نمشي اهي. بس ركبه في الركبه. يبقى انا عندي مخالفه من فوق بالايد. يعني هل هذا معقول؟ ركله جزاء بروحين. ايوه بالايد من فوق، لو ما حسبتش تحسب من تحت، ولا حسب هنا ولا حسب هنا، والفار ما جابش الحكم. يبقى انا عندي النهارده ركلتين جزاء للنادي الاهلي لم يحتسبوا في هذه المباراه. برضك النادي الاهلي النهارده، فوز النادي الاهلي النهارده غطى على الاخطاء التحكيميه الفادحه. تعال نروح للحاجه اللي جايه. اتفضل ماشي. اتفضل. لا مستني. يبقى هنا ركله جزاء مع عاشور، الايد الشد موجود او الدفع موجود، والقدم في القدم. اللعبه دي يا جماعه عاوز بس نقف عندها شويه، وده هدف بيراميدز، الهدف الثاني. فجري لاكاي. هنيجي لحظه. فجري لاكاي كان في موقف تسلل امام الشناوي. لا ده بيشرب. كابتن عادل انت كنت مهاجم؟ طيب هذا اللاعب اللي هو في موقف تسلل اللي هم قدام الشناوي، تمام؟ لا لا واحده واحده من فضلك، معلش سامحني عشان نوضح ليه هنا في مخالفه. هنا ده موجود في موقف تسلل ولا لا يا كابتن ايمن؟ كابتن عادل موجود ولا لا؟ تمام. حلو. اللاعب دوت في عرف التسلل. مظبوط. اذا هنا تداخل، ومعنى التداخل ايه هو؟ اللي هو تواجد، تاثير على حارس المرمى. بالظبط. منع حارس المرمى من القدره على اللعب. تداخل في اللعب، اما يلعب يلمس، تداخل مع نفسه، اما ياثر على قدره المنافس او يحجب الكره عن المنافس. وهنا نشوف هو عمل ايه. شوف التروع. بس خلينا نشتريه يا كابتن. هذا اللاعب اللي في موقف تسلل هنا تداخل في اللعب او تداخل مع المنافس، اسف، وهنا بقول هنا كان يجب في التاثير، كان يجب على الفار ايضا هذا الهدف تتم مراجعته، لان ده هدف تسلل. هنا المهاجم في موقف تسلل ثم تداخل مع المنافس بايه؟ بانه اثر على قدره المنافس على اللعب. تاني يا كابتن نجيب الشناوي هنا. هنا الشناوي ثبت ليه؟ نشوف هنا تثبت ازاي. لا الراجل ده في موقف تسلل راح ثم طلع وبس. هذه الحركه يا كابتن تعمل ايه؟ تعمل تاثر على قدره المنافس. دي فين يا كابتن دي؟ عشان بس نعرف الناس يا جماعه، دي في السته يارده. تفرق لو التاثير ده من بره منطقه السته يارده، ولكن هنا في السته يارده تاثير على المنافس هدف. وجهه نظري هدف كان لابد ان الفار يراجع. بس برضه ده الفار برضه لازم يراجع. لازم يجيب الحكم، الحكم هو اللي يقول بقى هل اللاعب اثر ولا ما اثرش. ولكن هنا الحكم احتسب إيه؟ الحاله بعد كده. نشوف هنا طبعا ركله جزاء هنا اللي جايه، وهنا حسين هنا رايح في موقف سليم. بس ماشي كابتن، ركله جزاء واضحه وهو خد قرار فيها، ما فيش فيها كلام. تمام وتمام. ده القرار الوحيد. ممكن تبقى حاله تفصيليه نفصلها اكتر بالنسبه للمشاهدين يا كابتن، عشان طلع علينا احد الخبراء. احد الخبراء اللي بيتكلم على طول يعني ضد النادي الاهلي، وقال لك ان ركله جزاء النادي الاهلي غير صحيحه. طيب كابتن هي الكره فين؟ الكره مع مين؟ حسين الشحات. ثم مين اللي لعب الكره اللي هو خدها لبره؟ هنا اللاعب هنا بص زي واحد. هذا الدخول اللي هو بتهور او باهمال، والتاكلنج اللي معمول ده، هل انت بنفس القدره وانت جاي من المسافه وبتعمل تاكلنج هتاخد الكره؟ بنسبه 90% مش هتاخد الكره. هتاخدها. ولكن هنا ايه؟ خطا باهمال واضح جدا. ركله جزاء لامام عاشور، لحسين الشحات 100%. محدش يقول لي النهارده ان المهاجم حط رجليه، لا الكلام ده يا كابتن في البدايه. هنا في تاكلنج جاي من المسافه. بص يا كابتن هنا الرجل ما لعبش الكوره يا كابتن. هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكوره اطلاقا يا كابتن ايمن.
وبالتالي هنا مع التاكلينج اللي اتعمل خد الرجل الثابته لحسين الشحات ركله جزاء صحيح مفيش فكره. تمام. اللي بعد كده لعبة يا كابتن لعبه صعبه جدا. كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن اسامه، من فضلك بس انا عاوز بس المهاجم لحظه اللحظه الاولى بس، هل هو رجع من التسلل ولا لا؟ ايوه دي مهمه دي. بص يا كابتن ارجع تاني، هرجع تاني هنا كابتن، هنا رجع الصوره سنه كمان يعني. هنا الكاميرا قطعه، خلي بالك هنا الكاميرا قطعه كابتن على اللعبه وما جابش اللاعب وهو راجع من التسلل، خلي بالك. تاني بنقول ان هذا اللاعب كان راجع من التسلل، انما انا النهارده كحكم او جبت اللعبه لحظه ايه؟ لحظه ما هو صحح من موقفه او ولحظه اللمسه. انا عاوز اقول ايه؟ ان الراجل كان جاي من التسلل. هي لعبه صعبه والخطوط ما بينتش الكره ديت، ولكن بنقول ايه؟ بجمله الاخطاء هدف مشكوك فيه نتيجه ان التسلل. انا من وجهه نظري ان اللاعب ده كان راجع وما صححش موقفه الا لما لحظه اللعب. شكرا يا كابتن بجد. اضعف حكم جه، اضعف حكم كمستوى ادار هذه القمه اللي كان عنده اخطاء كتيره جدا جدا. هدف لبيراميدز، الهدف الثاني هدف تسلل نتيجه تداخل مع نفس بالتاثير. ركله جزاء لم تحتسب لمحمد عبد النعيم، ركله جزاء لم تحتسب ل امام. اخطاء زي ما قلت، لعبه طاهر، لعبه الشحات، مفيش قرارات. عندي والله يا كابتن ايمن انا عندي حالات كثيره جدا مش عارف المها ومش عارفين نشتغل عليها. احنا جبنا ابرز الحالات التحكيميه. لا يا جماعه، لما نجيب حكم، معلش احنا بنجيب حكم من النخبه. كابتن ده حكم في القايمه 24، يعني ده لسه بقاله سنه في القايمه. فين خبراته؟ لم يدير اي مباراه في دوري ابطال، لم يدير اي مباراه في دوري اوروبي، طلعش خالص. ده ضر حاجه لريال مدريد وبرشلونه؟ نعم، حكم لبرشلونه وريال مدريد. هو ادار كابتن السوبر، نصف السوبر اللي هو سوبر اسبانيا ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. يا ريت تتفرج على دي كابتن، المباراه دي كابتن شريف، اخطاء كانت كارثيه في هذه المباراه. ولكن بنقول الراجل دوت اولا لم يدير اي مباراه جماعه في الدوري الاوروبي او في دوري الابطال خالص، كل مباراته كانت موجوده في الدوري الاسباني. لا الحكم لابد، احنا بنجيب حكام يا كابتن ليه؟ نجيب حكام من النخبه عشان حتى لو احنا عندنا قدره نقدر نعلم حكامنا، نعلمهم. مظبوط، نعلمهم. الراجل ده يبقى يجي مدرسه ثانيه نشوفها. تمام. يبقى عنده حاجات جديده. ولكن النهارده بقول ثاني ان الاهلي النهارده فاز بمجهوده على الرغم ان الحكم لم يكن موفق في كثير من القرارات. شكرا جزيلا كابتن ناصر، والف مبروك للنادي الاهلي دايما. اشكرك يا كابتن. طيب نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه من خلال المؤتمر، وبعدها نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. Ja, ich möchte kurz was vorneweg sagen. Ich habe das letzte Mal kritisiert wegen Platz. Ich habe aber jetzt auch gesehen, dass sie was gemacht haben, vorgängig. Ja, ist klar, dass das nicht von heute auf morgen wächst und dass es alles besser wird, aber sie haben daran gearbeitet und das hat man gesehen. حاجة عايز أقولها بس في الأول، المرة اللي فاتت أنا انتقدت أرضية استاد القاهرة. أنا عايز أشكر الناس اللي اشتغلت في الاستاد اليومين اللي فاتوا. الاستاد النهارده شكله أحسن كتير، اشتغل فيه شغل واضح جدا، جهد كبير جدا تم على أرضية الملعب اليومين اللي فاتوا. الملعب شكله أحسن. أنا عارف إن الموضوع مستحيل يتغير من يوم وليلة مع ضغط الماتشات الكبير عليه، لكن أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في الاستاد اليومين اللي فاتوا. شكرا. اتفضل. هيبدأ يتكلم عن المباراة. لا لسه ما اتكلمش عن الماتش، لسه ما اتكلمش عن الماتش اصلا. Ich denke, wir haben die ersten 20 Minuten vorragend gespielt in der ersten Hälfte. Wir haben dann ein bisschen nachgelassen, Gegner konnte aufkommen und ich habe dann in der Pause auch dann nochmals daran erinnert, dass wir weiter konsequent sein müssen in der Defensive, dass wir nach vorne, wir hatten auch zu viele Abspielfehler, unpräzise gespielt da und das war ein bisschen ein Problem. Und ja, wir sind in Rückstand geraten, zweite Halbzeit, und haben dann aber sehr viel Moral gezeigt, die Mannschaft nochmals alles rausgehauen und schlussendlich selber belohnt mit dem 3:2.
بدأنا المباراة كويس أول تلت ساعة، أعتقد إن إحنا عملنا ماتش هايل جدا أول تلت ساعة، كنا كويسين قوي. وبعدين بدأنا دخل فينا جون بخطأ دخل المنافس المباراة، وإحنا بدأنا كده نسرسب المباراة من إيدينا زي ما بنقول، أو المباراة بدأت تروح مننا شوية. بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه، قلت لهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نعمل الاخطاء الدفاعيه اللي احنا بنعملها، ان احنا لازم يكون عندنا اصرار دفاعي اكتر من كده، ان احنا نتحرك دفاعيا ازاي ونقف ازاي في بعض الكور اللي علينا عشان نمنع خطورتهم تماما. في وسط ما احنا داخلين الشوط الثاني بنحاول نبقى احسن، بيخش فينا جون فالماتش بيصعب شويه، لكن اللعيبه اظهرت روح عاليه جدا، شخصيه لعيب كبير وفرقه كبيره، انها قدرت ترجع في المباراه، اللعيبه كلها جابت اقصى ما عندها، وقدرنا ان احنا نتكافئ بالاداء اللي كان بعد الجون الثاني دخل فينا، ان احنا قدرنا ان احنا نقلب المباراه ونفوز في النهايه. اللي بقى طبعا مبروك كوتش، تحياتي لحضرتك، اداء كبير ومبروك الفوز. شفنا النهارده انفعال زياده بعكس طبعا على التحكيم، فهل اداء التحكيم النهارده اثر على المباراه؟ Gratuliere dann für den Sieg. Wir haben Sie gesehen, dass Sie ein bisschen aufgeregt wegen dem Schiri heute. Ein bisschen viel als gewohnt von Ihnen. Hat Schiri heute das Ergebnis beeinflusst? Nein, gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass ich viel ruhiger war als sonst. Also nicht diesen Eindruck, und vielleicht ein, zwei Mal, wo ich das Gefühl hatte, er hätte für uns Freistoß pfeifen können. لا خالص، ما اثرش على اي نتيجه المباراه خالص، وبالعكس انا حاسس ان انا النهارده كنت اهدى من كل الماتشات اللي فاتت، يمكن اهدى ماتش ليا من فتره طويله مع التحكيم، يمكن كان في كوره او كورتين كنت يعني تفاعلت فيهم شويه، كنت شايف ان هو المفروض يحسبها فاول لينا، كانت فاول بالنسبه لي انا واضح، لكن في المجمل لا، ما بالعكس كنت هادي النهارده جدا مع الحكم. يعني بنشوف الاهلي في الفتره الاخيره بيلعب مباريات كتير في وقت قليل، يعني الاصابات في الاهلي Es gibt aktuell dann einen sehr intensiven Spielplan. Wir spielen dann wirklich alle fast drei Tage gibt es ein Spiel aktuell. Den fängt an Verletzungen zu geben, wie die Verletzung von Omar heute. Wie können Sie damit umgehen, besonders dass der Spielplan nicht einfacher wird, sondern es wird noch intensiver in nächster Zeit? Wie gehen Sie dann mit diesem intensiven Spielplan um? Ja, ist natürlich schade. Ja, ja, wir haben das nicht verletzt. Und ist so, dass man natürlich auch mit Verletzungen umgehen muss. Wir haben ein großes Kader und ich bin froh, dass natürlich dann auch die Spieler, die vielleicht jetzt heute nicht gespielt haben, vielleicht dann das nächste Mal dazukommen, oder wenn sich einer verletzt, dass er dann, wenn er gut trainiert, wenn er gut mit dabei ist, einen guten Rhythmus hat, dass er dann eingesetzt werden kann. Und es ist intensiv, ich habe das schon gesagt, dass das, ich habe das auch noch nie erlebt in meiner Karriere, dass man eigentlich zwei Monate alle drei, vier Tage ein Spiel hat. Und gerade jetzt unser heutiger Gegner hat es da natürlich besser, weil die ja, nicht so viele Spiele hintereinander haben oder nicht so viele Spiele nachholen mussten, und nichtsdestotrotz haben wir heute gewonnen, und jetzt gilt es wieder, oder heute kurz zu freuen, morgen wieder vorbereiten, gut regenerieren und dann das nächste Spiel für Future vorbereiten. طبعا احنا لازم نقدر ان احنا نحاول نتعامل مع الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، الضغط الماتشات الكبير اللي عندنا، ونتعامل مع الاصابات، ده جزء من كره القدم، جزء من قدرنا في الفتره اللي فيها ضغط ماتشات كبير جدا ده، لكن بحمد ربنا ان احنا عندنا قائمه كبيره، كل اللعيبه اللي فيها بنحاول ان احنا نجهزها طول الوقت، كل اللعيبه اللي عندي مستواها متقارب، مستوى كبير، كل اللعيبه بتجتهد. اللعيبه اللي النهارده ما لعبتش ممكن جدا تلاقي نفسها بتلعب الماتش الجاي كلها، ممكن لاعب بره خالص القايمه يشارك الماتش الجاي اساسي لو اجتهد في التمرين، لو اتمرن كويس، لو عمل اللي عليه، فكل اللعيبه بنحاول ان احنا نجهزهم طول الوقت، ان كله يبقى جاهز، كله يقدر يلعب في اي وقت، بنلاقي ان احنا بنغير وبنحاول ان ما يبقاش في اي دروب بيحصل في الفرقه، رغم التغييرات اللي احنا بنعملها عشان اقدر اكمل الموسم مع الضغط ده. زي ما انا قلت وهي بتقول ضغط الماتشات، انا عمري في تاريخي التدريبي ما قابلت حاجه زي كده، ان انا العب شهرين فيهم ثلاث ارباع الموسم في شهرين بس، يعني بنلعب كل ثلاث ايام ماتش، انا ما شفتش كده لمده شهرين، دي حاجه ما شفتهاش قبل كده، لكن بنحاول نتعامل مع الموقف زي ما هو، زي وخصوصا ان احنا المنافس المباشر لينا اللي هو كان منافسنا النهارده كمان ما عندوش نفس المشكله، هو بيريح وبيلعب كل ماتشات مش بالضغط اللي عندنا، لكن رغم كده احنا كسبنا الحمد لله رغم الضغط ده كله، وبنحاول ان احنا ناخد البطوله وبنحارب عليها لغايه اخر نفس. شكرا لحضرتك.
لو احنا عايزين نشوف الاهلي بيلعب كوره على الارض اكتر على التمريرات اكتر بما انه اكبر فريق في مصر زي اسبانيا مثلا ده بياخد وقت قد ايه عشان نخلي اللعيبه تعمل كده؟ هل ده صعب في مصر ولا بيحتاج وقت طويل علشان من مرحله الناشئين مثلا؟ حضرتك شايف ان احنا ما بنلعبش كوره على الارض بجد؟ لا اكتر اكتر من كده كمان؟ زي اسبانيا ماشي زي اسبانيا اوكي Wann denn wir Ahli sehen, dass er mehr flach spielt und dass er viele Pässe auf der flach macht, dann so viel Pässe wie Spanien. Und dann habe ich ihn gefragt, siehst du, dass wir nicht flach spielen? Also ich denke dann, wir sind die Mannschaft, die am meisten flach spielt in Ägypten. Ja, ja, wir wollen noch mehr, damit wir wie Spanien spielen. Wie lange braucht das dann von Ihnen, dass Ahli wie Spanien spielt? Also Spanien ist ja noch nicht Europameister. هو اولا اسبانيا لسه ما خدتش بطوله اوروبا فيزي سبيل also es ist natürlich so dass wir viele Ballstaffetten haben das ist ist natürlich auch vom Gegner abhängig ob sie es zulassen aber ich glaube es ist nicht nur wichtig flach zu spielen sondern auch hoch dass man beides drin hat dass man Überraschung drinnen, wenn man nur flach spielt, dann ist es schwierig, bis ganz vors Tor zu kommen. Und wenn man dann Überraschungen hat, vielleicht mit einem langen Ball, mit einer Flanke, das gehört dazu. Und das ja, versuchen wir natürlich umzusetzen. Aber grundsätzlich wollen wir spielen. Wir haben auch Spiele gehabt, wo wir zwei Minuten Ballbesitz hatten und so. Das ist, wie gesagt, natürlich eben auch vom Gegner abhängig. Und, das gelingt Spanien auch nicht immer, dass sie so viele Kontakte haben. Wenn der Gegner aggressiv ist, wenn er konzentriert ist und, ja, und eben das auch nicht zulässt. هو احنا اعتقد ان احنا من اكتر فرق بتلعب كره على الارض اصلا في البلد او في القاره كمان لكن الكره ما ينفعش ان انت تاخد نمط واحد بس يعني نمط اللعب على الارض بس مش هو النمط المفروض تاخده هو ده اللي تلعب عليه وهو ما فيش غيره لازم يبقى عندك تنوع التنوع ده بيساعدك وسط الماتش كمان على حسب المنافس في منافس اللعب عليه الطويل في مساحات احسن ما تلعب على الارض في منافس تاني بيسمح لك ان انت تلعب على الارض احنا عايزين نلعب على الارض لكن في منافس قدامك ممكن يكون شرس ممكن بيمنع عنك التمارين اللي على الارض فبتضطر ان انت تغير النمط بتاعك كمان الفرقه الجيده بتبقى عندها انماط متعدده مش عندها نمط واحد فانا بحاول ان انا اخلي الفرقه بتلعب بانماط اكتر من نمط وسط المباراه احيانا اعمل كره طويله ممكن اعمل كره عكسيه ممكن اعمل كروس دي كلها كور مش لازم على الارض لو قعدت العب على الارض بس طول المباراه 90 دقيقه لو قعدت العب على الارض 90 دقيقه ممكن جدا ما اوصلش للجون اصلا فهي مش انماط محفوظه نلعب بيها ما نكسبش لكن احنا في ماتشات كنا بنعمل فيها دقيقتين ودقيقتين ونص بنعمل فيها استحواذ بننقل الكره على الارض لمده دقيقتين ودقيقتين ونص عملناها في اكتر من مباراه ده على حسب المنافس بس في منافس تاني ما يقدرش يسمح لك ان انت تعمل ده فاحنا زي ما قلت لحضرتك بنعمل انماط مختلفه وبندي اللعيبه اشكال كتير يشتغلوا عليها في وسط الملعب على حسب المنافس ومره تانيه ده كمان اسبانيا بتعمله اسبانيا ما بتلعبش بس كل الكور على الارض بس ده مش موجود في الكوره دلوقتي يعني شكرا مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين لينا تعقيب طبعا على الكلام اللي قاله مستر كولر من خلال المؤتمر ولكن خلينا نروح لملعب المباراه وزميل فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مباراه اندلت بتدل على شخصيه النادي الاهلي وهي دي المباراه دايما اللي بنتكلم عليها في تاريخ النادي الاهلي وفوزه على فريق بيراميدز كلام كتير جدا في الامور الفنيه الخاصه بهذه المباراه طبعا هنتكلم فيها مع كابتننا الكبير الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي كابتن سامي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي بنقول دايما المباريات اللي زي دي هي المباريات اللي بيفرح بيها جمهور النادي الاهلي المباريات اللي في تاريخ النادي الاهلي فوز في ظروف صعبه جدا في ضغط مباريات صعب جدا بتفوز على المنافس بتاعك بثلاثه اهداف مقابل هدفين بتقربك اكتر من درع الدوري طبعا تحياتي طبعا كابتن ايمن وضيوفه طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي زي ما انت قلت
المباراه دي بتدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. يمكن ناس كتيره شككت في المباراه اللي كانت قبل كده، لكن النهارده ان انت بتكسب المنافس الاقرب ليك فدي حاجه ايجابيه طبعا، يعني على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه على مستوى حتى صعوبه المباراه نفسها والجو والرطوبه عاليه جدا النهارده. اللعيبه بتادي اداء مميز جدا، شخصيه في الاداء حتى بعد لما كنا متاخرين النهارده بتثبت ان انت تقدر ترجع تاني وتقدر تكسب. فطبعا دي بشكر اللعيبه جدا عليهم، وبشكر جمهور النهارده اللي كان داعم لينا في طول الاوقات المباريات في كل الاوقات، يعني سواء في المكسب او حتى لما تاخرنا شويه. فالحمد لله نتيجه ايجابيه وخطوه، انا بقول لسه خطوه لان احنا لسه قدامنا 10 خطوات مهمين جدا بالنسبه لنا. انت عارف النادي الاهلي ما بينتظرش هدايا من حد، يعني احنا المباريات عندنا مهمه جدا، 10 مباريات مهمه جدا ان شاء الله نقدر نحسمهم ونقدر نحقق بطوله الدوري. انا عارف ان هي بطوله هتبقى محببه طبعا لجمهور النادي الاهلي دايما، يعني فان شاء الله نقدر تبقى اقل هدايا لينا. كابتن سامي قافلين على الفرقه، عاملين حظر اعلامي على الفريق، قافلين. كابتن سامي قمصان اخر مره سجل معانا بعد ماتش الترجي لما خدنا بطوله افريقيا، كل العوامل حوالين الفريق في ضغط المباراه بتحاولوا ان انتوا التفاصيل البسيطه دي نوفرها ونوفر جو او مناخ مناسب للاعبين. يعني انت عارف هو ده المهم جدا في اوقات كتيره جدا، اللي انت تحتفظ دايما بهدوءك، تبعد اللعيبه عن كل التوتر، تشتغل ويبقى الرد هو دايما اللي في الملعب. يعني اعتقد الحمد لله كل المباريات اللي احنا لعبناها قبل كده الحمد لله سواء على مستوى الاداء او مستوى المكسب كان اداء طب الحمد لله، ونتيجه مرضيه جدا بالنسبه لنا. كنا متاخرين طبعا مباريات كتيره، الحمد لله بنقرب خطوه خطوه. عندنا 10 مباريات زي ما قلت لك مهمين جدا بالنسبه لنا وحاسمين بالنسبه لنا لبطوله الدوري، ان شاء الله نمشي خطوه خطوه برضو. ولكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا النهارده بنكسب 3 نقاط مهمه بالنسبه لنا، لكن مش هي دي اللي هتدينا الدوري، لسه عندنا مباريات ثانيه كل المباريات بثلاث نقاط يعني. فالنهارده ان شاء الله كانت خطوه كبيره جدا بالنسبه لنا، ادتنا ثقه، ادت جمهورنا ثقه. اللي انا بطلب بقى منهم يعني ان الفتره الجايه ان شاء الله العشر مباريات دي مهمه جدا يكونوا في ظهرنا دايما، يبقوا معانا في كل الاوقات ديت، لان اعتقد النهارده كان لهم دور كبير جدا في المكسب. كابتن سامي متعودين في اي دوري في العالم ان البطوله القاريه بتبقى هي ختام الموسم. البطوله القاريه كانت في منتصف الموسم، يعني بتبقى اكبر بطوله في الموسم بالنسبه للاعبين. انتوا نهيتوا البطوله وكان عندك 20 مباراه في شهرين، بتلعب تلتين الدوري في شهرين. اعتقد قدرتوا تحضروا اللعيبه، تفصلوا اللعيبه تماما عن نشوه الانتصار الافريقي، وان انتوا تقول لهم اهميه مباراه الدوري بطوله الدوري. يعني دي من الحاجات طبعا الحاجات المهمه جدا، واكيد طبعا الاستوديو اتكلم عليها كابتن ايمن ودوفو. طبعا انت بتلعب 20 ماتش في وقت قليل جدا، يعني مطالب منك ان انت تلعب تعمل اداء كويس، تعمل نتيجه كبيره، تلحق المنافس السنين اللي قبلك، فصعب جدا يعني. عشان كده بقول لك انا بشكر اللعيبه جدا، بشكر الراجل جدا يعني على الاداء دوت والجهد اللي هو عامله الفتره الجايه. بشكر كل الجهاز الناس اللي بتتعب جدا سواء على المستوى الناحيه البدنيه او من الناحيه الفنيه، عندنا كارلوس وعندنا هاري وعندنا تيتسي وياسين وكل الناس اللي موجوده، يعني كابتن خالد طبعا على المستوى الاداري وكل الناس طبعا بشكره جدا يعني. لكن زي ما قلت لك لسه ان شاء الله منتظرين فرحه كبيره ان شاء الله. انا بشكرك على المجهود اللي طالع يا كابتن سامي، لان الرطوبه ودرجه الحراره اعتقد الامر صعب جدا. الله يكون في عون اللعيبه، عشان كده نقول شكرا. كابتن ايمن طبعا ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. 3 نقاط مهمه جدا وفوز غالي على فريق بيراميدز، لكن لسه المشوار طويل، خطوه ضمن 10 خطوات قادمه للنادي الاهلي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في المباراه القادمه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. النادي الاهلي هو الفوز ال 13 على التوالي، والنادي الاهلي وقف طموح بيراميدز عند الفوز ال 14. بيراميدز كان فاز 14 مباراه على التوالي، النهارده النادي الاهلي وقف الطموح ده، والنادي الاهلي ماشي في المسيره ان شاء الله يعني تتوالى الانتصارات والنادي الاهلي يكسر الرقم. طبعا هنتكلم على الكلام اللي قاله كابتن سامي قمصان، وهنتكلم على الكلام اللي قاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي، ولكن بيشرفنا الان كابتن احمد فوزي لتقييم اداء حراس مرمى اليوم. نورنا والف مبروك كابتن احمد. الله يبارك في حضرتك، مبروك على الثلاث نقاط، ومبروك على ان احنا بنوقف نادي بيراميدز وبنكمل في مسيرتنا الطبيعيه. لسه بدري قوي على الدوري، ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. يمكن من أسوأ مباريات الحراسه على مستوى الحارسين. قبل اللقاء قلت ان دول حراس منتخب مصر ومعاهم مصطفى شوبير، اعتقد دول الاساسيين او دول المتواجدين. النهارده الاثنين خارج التركيز تماما،
يعني لو مشينا بالحالات هنشوف، ولكن انا مستغرب اثنين بقيمتهم هما الاثنين، كابتن محمد الشناوي 36 سنه واحمد الشناوي 33 سنه، بيلعبوا مباراه فوق ال 300 مباراه اذا كان للكابتن الشناوي او 270 مباراه للكابتن احمد. فحاله غريبه جدا، يمكن الله اعلم، يمكن الحر، يمكن الجمهور فرق معاهم، انا مش عارف بصراحه. المفروض الجمهور ده حاجه ايجابيه لينا، انا شايف النهارده انها كانت سلبيه عليهم. نرجع من اول مباراه، يمكن ما كانش في اي حاجه على الحراس لحد الهدف الاولاني اللي احرزه النادي الاهلي. تعامل خاطئ من الشناوي في حاجتين، هنمشي بالحالات واحده واحده نجيبها ونقول ايه اللي كان المفترض يتعمل. وتاني انا هنا بتكلم على المفترض، مش بتكلم على ايه اللي حصل. هنا الشناوي هو قبل، معلش ارجع، والكره في رجل حسين عشان هقول حاجه مهمه، والكره في رجل حسين. الراجل هنا جوه ال 18 قبل ما يلعب، قبل ما يلعب ماشي الشناوي. بس استنى ثواني هنا بس. الشناوي هنا بينه وبين العارضه نص يارده تقريبا، هو هل حسين ممكن يشوط هنا في الدقيقه وكم نسبتها؟ 20%؟ 10%؟ ممكن، انا بقول ممكن، ولكن الاغلب هيعمل ايه؟ 0% بفي. ما يعني ممكن يا كابتن نقول 10% يا كابتن بيلعب عرضيه، لان كمان الباك قافل والزاويه بتاعت الجول. اوكي انا برضو كحارس انا بامن نفسي، ممكن ماشي. تخبط وترد يعني ما تضمنش، فانا بامن بنسبه قصيره او بنسبه صغيره. هو المفترض هنا انه يقطع في نص السكس يارد او كمان خطوه يمين ويقلب ثواني معلش ويقلب المرمى، اكن المرمى اتقلب من على خط السكس يارد للعرضه. بحيث وهي بتتعمل بالعرض يا اما يروح ياخد بالعرض يا اما يقفل على طاهر محمد طاهر. سيبك بقى من وسام ابو علي، مالناش دعوه بوسام، لان الاخطر دلوقتي مين؟ طاهر. الاخطر بالنسبه لي طاهر محمد طاهر. هو فتح رجله كده ليه كمان؟ ما هو يا كابتن، ما انا لسه هقول لحضرتك. هو ايه؟ هو مش متوقع انها تتعمل بالعرض، هو بيلعب على ان حسين هيشوف بس، ما بيلعبش على الثانيه كان لازم ياخد خطوه بالجنب في نص السكس يارد عشان يبقى واقف في نص السكس يارد، تتشاط في الجون يطلع تتعمل بالعرض يروح ياخد. حتى لما اتعملت، امشي معايا واحده واحده بقى، حتى لما اتعملت بالعرض عمل ايه؟ راح ومعرفش يعمل حاجه، راح مادد رجليه على اساس ان طاهر هيلعب في الجون. الطبيعي حتى لو انا مش واصل لطاهر كنت هعمل ايه؟ هعمل بلوك من مكاني واروح اطير على الكره وهي معموله بالعرض. تاني انا عايز قبل ما توصل لطاهر توقف الكره بس هنا بقى المفروض اعمل ايه؟ هو هنا بيعمل بلوك واقف على خط الجول. الطبيعي انه يقطع، صح يا كابتن عادل، المفروض انه يقطع بالعرض عشان ياخد الكره او يروح يعمل بلوك على طاهر محمد طاهر. عدت الاثنين وراحت لوسام، دي مش قصته، انما احنا بنتكلم في الاصل. الاصل انه كان ياخد الكره دي بالعرض، وهو تمركزه الاولاني هو اللي خلاه بعيد عن الكره والحمد لله. نكمل خلاص، هي بعد ما عدت من طاهر راحت لوسام، هو ملوش اي ذنب في حاجه، لان كان المفروض يبقى فيه باك رايت مغطي، يعني ده الطبيعي يعني. فانا شايف ان الاول تمركزه هو اللي كان خاطئ وهو اللي بعده عن الكوره. الهدف ده احنا قبل المباراه، يعني قبل المباراه كنا بنشيد بالانقضاض بتاع الشناوي. هنا الشناوي الكره وهي بتتعمل عمل ايه؟ وقف بين السكس يارد وبين بين ال 18 وما عرفش ولا يطلع ولا ينزل. لما طالت شويه راح عامل ايه؟ طلع يجري ووقف مكانه. هنا الشناوي لازم يروح يترمي بالعرض، لازم يترمي بالعرض بحيث يقفل اكبر مساحه ممكنه، خاصه ان الكره لسه تحت رجل الراجل. فانا هجري وراه، هو جري، هو راح في سكه تاني. يعني معلش لو الكاميرا ترجع لي، لنا اوكي. الكره فيستو مايلي جاي لي كده من الناحيه دي، الشناوي راح معاه في سكته وراح بجسمه وهو واقف لفوق. الطبيعي في الحاله دي الراجل هيعدي كده، وانا الطبيعي ان انا هروح اترمي كده اهو في السكه بتاعتي، انا هترمي في الحته دي بحيث اقطع عليه. رقص وطلع بره، الكره هتطلع بعيد وفي سردباك جاي في ظهري حط في الجون، انا هكتب معاه واترمي. هو ده المفروض كان الشناوي عمله، انما الشناوي عمل ايه؟ راح بجسمه كده وبعدين حب يفرد رجليه، فبقت بقى بره الكره خالص، عشان كده الكره عدت من جنب رجليه بكل يعني اريحيه. فيعني هو ما تحملش الجزء الاكبر منها، ولكن يتحمل على الاقل 30-40% من الهدف، لانه في الاول وفي الاخر انفراد صريح. كنت اتمنى ان الشناوي عنده ميزه في الانقضاض، كان يكمل خطوتين. يعني هو جه واقف بين السكس يارد، ونرجع بقى لللايف، بين السكس يارد وبين ال 18 هو وقف، الراجل معاه واحد بيعكرش في ظهره زي ما بنقول عليها كده بلغه الكوره، يعمل ايه؟ وهو بيعكرش في ظهره اول ما يعدي يلاقي الشناوي واقف في قلبه على طول. انما الشناوي استنى لحظه، اللحظه اللي استناها دي خلت الراجل يحط ربيعه في ظهره
ويدي مساحه لنفسه انه يعرف يلعب الكوره. بعد كده خلينا بس قبل ثواني ماشي قبل بقى عشان نكمل موضوع ان الشناوي مش مركز. الكره دي طلعت بره ولكنها هتيجي فينا هدف في الجون الثاني، وهتيجي فينا بواحده ثالثه محمد حمدي هيحطها بره وهنتكلم فيها بالراحه. هنا الشناوي انا قلت قبل المباراه، ثواني معلش، قلت قبل المباراه يا ريت الشناوي يبعد عن خط الجون شويه ويتحرر في 6 يارد. الكره لما يبقى ده مكانها واللعيبه بتاعتي واقفه على خط ال 18 لازم انا كحارس تمركزي يبقى على الاقل عند 4-5 يارد. ليه؟ عشان ادي نفسي مساحه ان انا اتحرك لما تتلعب على ال 18 لحد نقطه البنالتي، يبقى ليها مساحه ان انا اخش. اولا عشان حد يرفع من هنا وتخش جون وانا واقف عند ال 6 يارد يبقى انا صعب جدا. تمام. انما لما اقف هنا عند ال 6 يارد والكره بتتعمل من هنا هو المساحه دي كلها ال 18 او من ال 6 يارد لل 18 على الاقل هيبقى ليا 6 يارد بتوعي لوحده. فهو الشناوي بدايه التمركز بتاعه كان متاخر. نمشي بقى بالكره واحده واحده. وهقول لك حته اوقف فيها عشان خاطر اوريك حاجه. ستوب هنا. ستوب هنا بس هقول لك حاجه. الكره دي استحاله انا اوصل لها. انا مش مقدر خالص كشناوي. انا مش الكره دي بتنزل مش بتطلع. هنا في فرق بين الكره هتطلع وهتنزل، بس هو عشان متاخر تحت مش هيلحق. هنا لو الراجل لمس اعتقد احمد سامي، لو كان لمس رامي ربيعه وامام ومحمد عبد المنعم الثلاثه اعتمدوا على ان الشناوي خارج، فما عملوش جامب اصلا. عشان كده لو سامي كان لمس كانت الكره دي جول. نكمل واحده واحده اهو. شوف كله اعتمد ان الشناوي طالع وهو ذات نفسه مش عارف هو رايح فين. خلي بالك برضو يا كابتن، انا لو انا مدافع والكوره في حوزتي او الكوره جايه مش هعتمد بنسبه كبيره على اللي ورايا، لان انا شايف الكوره كويس. اوكي. أنا يعني عارف. هو لو حد اعتمد من المدافعين على ان الشناوي وراه وطالع برضو يبقى خطا من اللاعب. اللاعب طبعا ده شيء طبيعي طبعاً. بس ساعات يا كابتن احساس في الملعب، وحضرتك لعبت كتير وعارف احساس في الملعب، بتحس بدبدبه جايه من وراك من الحارس حتى من غير ما ينده اسمه. تعمل ايه؟ ده غصب عنك، ده حاجه طبيعيه، بتقف سيب له الكوره بتقف. فطبعا هنا الشناوي انا زي ما بقول لحضرتك هي المشكله كانت في التمركز والخطوات بتاعته كانت بطيئه جدا، هو ده اللي ما قدرش يوصله للكوره. نمشي بعد كده الهدف الثاني ونقف في ستوب هنا. ارجع برده ارجع معلش، والكوره في رجل الشيبي. بص يا كابتن نفس الكلام اللي قلته على محمد الشناوي. بص احمد الشناوي واقف فين بينه وبين العارضه قد ايه؟ نص يارد، نص يارد، وزمايله كلهم عند ال 6 يارد. الكوره كانت عايزه تبقى خطوه لقدام. اولا هو بيتنطط والكره بتتلعب اخرته في الحركه. تاني حاجه خد خطوتين بالجنب. نرجع بقى وتعالى لي انا بقى، ارجع لي انا معلش عشان اخلص القصه دي. الشناوي عمل حاجه غريبه قوي، يعني الشناوي خد خطوتين بالجنب كده. طب هو انهي اسرع، اتحرك جانبي ولا اتحرك مواجه بوشي ورجليا هي اللي بتتحرك عشان اقدر اوصل للكوره؟ الشناوي عمل حاجه غريبه جدا، عمل جامبين وراح متنطط كده لحد كده وهو مش مقدر الكوره راح فين كده. ده بيأخره في ايه؟ بيأخره في الجنب وبيأخره في الحركه. في الحركه الطبيعي يعمل ايه وهو كده؟ ادي خطوه والثانيه وهطلع واطلع بس. دي كل بسهوله اللي أخره في الكوره دي وعدم تقديره حركته من تحت برجليه، سبق تمركزه تحت وحركته الجانبيه. كان لازم يتحرك حركه اسمها الحركه المقصيه، الرجل البعيده تسبق الضيقه القريبه عشان تزق بالقريبه فتطلع تاخد. وده اللي أخره وده السبب في الهدف الثاني. هوريها لك برضو في الكره اللي انا بقول عليها اللي بعد دي ان شاء الله، بتاعت حمدي. بتاعت حمدي، هو برضو ضرب بوكس من مكانه ووجه البوكس جوه ال 18 وما لحقش يرجع وحطها حمدي بقى، فحمدي حطها بره. مش دي ما هنمشي بعديه يعني برضو احنا زي ما بنقول التقدير فيها يا احمد. نعم يعني مهما الخطوات، الغلط مش في الخطوات، ما هو التقدير، الغلط في تقدير الكروس نفسه. وانا معاك يا كابتن، بس يعني عشان اقدر نفسه لازم انت كحارس مرمى تبقى عارف الكره جايه قوتها فين وهتروح فين. حلو، وانا مع حضرتك. انت لازم تروح على يعني ابعد حاجه لما تطلعش خالص. حلو يا كابتن. هو انا بقدر الاول التقدير فشل، ايه اللي يوصلني اسرع؟ رجلي. انا قدرت غلط، زي ما قدر في الكره اللي فاتت اللي قلت لو كان احمد سامي لحقها بدماغه كانت دخلت الجول. فالتقدير هو قدر مش كويس، بس كان ممكن يلحق لو خد خطوات مقصيه، انما هو قاعد ياخد خطوات جانبيه خليته يعمل ايه؟ اصل كابتن كل ما بتاخد خطوه جانبيه بتعمل ايه؟ تنزل تحت. ايوه بتنزل. غصب عنك. انما طول ما انت بتجري بوشك انت بتجري واقف على رجليك. انت بتتكلم على الخطوات الجانبيه بتعمل ايه؟
هي دي بقى معلش تاني بص هي دي برضو نفس التمركز برضو تحت برضو راح واخد خطوه جانبيه ونط برجليه الاثنين منطر برجليه كان المفروض على الاقل يمسك. طب هتضرب بوكس يبقى تضرب بوكس هنا الناحيه دي مش تحط البوكس في نص الجول. بس ممكن بص في دي يا كابتن احمد معلش يعني بعذر الشناوي في حاجه رامي إيه؟ حد مزحمه رامي يا كابتن رامي ربيع بص رامي ماشي وانا بقول لحضرتك انا معاك اضرب بوكس انا يعني بدافع عن الشناوي في دي وانا بقول لحضرتك حاجه انا ما قلتش ان انا الشناوي مش صح انا قلت حتى لو هتضرب بوكس ما تضربوش في نص الجون بقول لك اضرب بوكس هنا عند الخط بس هنا هو بيضرب وهو طالع بيضرب بص ممكن وقف عند ممكن رامي ربيعه ممكن يكون رامي زق ايوه بالظبط هو رامي دخل كانه مهاجم معاه فده اللي اثر على البوكس بتاع الشناوي انا معاك بس انا بقول لحضرتك انا مش قصدي حاجه انا قصدي ان الشناوي النهارده مش يوم عادي دي اوف بتحصل في الكوره هي تكمله ان اليوم مش يومه ما انا مش قصدي ان هو عادي ما هو ياما طلع كتير وياما شالنا وياما جاب لنا بنط يعني الشناوي جون كبير جون كبير أي. كبير أي. انما النهارده دي اوف للامانه يعني عشان بس الواحد يقول ليه ولا عادي خش على احمد الشناوي اخش على احمد الشناوي ايه لا البنالتي طبعا يعني ما فيهاش حاجه وهو كان متوقع ان وسام يعملها زي الماتش اللي فات انما وسام طبعا غير وحطها بقوه وحتى لو كان راح معاها ما كانش استحاله يصدها لانها راحه قويه جدا وفي حته صعبه الهدف الثالث واحده واحده وهنا الشناوي هنا كل حاجه عملها يعني وحشه ماشي اولا هو طار من مكانه ما كانش شايف الكوره عشان احمد سامي راح يقابل فكان المفروض يعمل لنفسه زاويه رؤيه ثالثا ودي الاهم بقى بالنسبه لاي حارس مرمى انا كجون الراجل بيلم وبيفتح على رجله اليمين هعملها فين لازم هعملها على الشمال على شمالي يعني وهو عارف ان قفشه بيعرف يعمل الحاجات دي كويس يبقى كان لازم اخد نص خطوه انما هو هنا طار من مكانه وطبعا رجع لورا ففتح الجون زياده انا شايف ان يعني الشناوي برضو النهارده غير موفق تماما وده تكمله لمباريات الاهلي وانا قلت لحضرتك قبل المباراه هو بيجي في ماتشاتنا الحمد لله ما بيبقاش يعني خلي بالك ده قفشه لعيبه من بعيد برضه ايوه مش صعب مش صعبه يا كابتن نص الجون واخده مساحه الطبيعي قفشه لعيبه من بعيد مسافه بعيده الطبيعي انا كحارس هعمل حاجه بدل ما اطلع كل ده انا هاخد خطوه صغيره في خطوه كبيره واطير هو طار من مكانه في الماتشات الكبيره نعم انا قلت كده قبل الجيم قلت ان هو في الماتشات الكبيره ما بيبقاش في قمه تركيزه صحيح اسف على تشريك الاجوان بس غصب عني والله لا بالعكس انت بالك قد ايه ما جتش من عندنا كابتن ده ثالث ماتش شرفتنا يا كابتن احمد الف الف مبروك مبروك الحمد لله نيويورك حلو بس يعني قطعت جامد الحمد لله الحمد لله شكرا يا كابتن احمد شرفتنا ونورتنا طبعا المكسب اسعدنا كلنا طبعا وكان واضح من كلام مستر كولر انه سعيد طبعا بالمكسب قال بعض الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي خلينا نتكلم في حاجه مهمه جدا النادي الاهلي يمكن كباتننا اتكلموا في الموضوع دوت قبل المباراه كابتن شريف اتكلم في نقطه مهمه جدا ان النادي الاهلي متمرس على المواقف الصعبه دي ودخل اختبارات كتير دخل اختبارات كتير ونجح فيها خلي بال حضراتكم انا لما بتكلم على فريق كبير او فريق بينافس ما هما الاثنين اللي بيتنافسوا دلوقتي بيراميدز والاهلي لما بنتكلم على فريق كبير بتكلم عليه كفريق كبير ليه من الاختبارات اللي دخلها طب هل لما نيجي نتكلم على الدوري المصري مع احترامي لجميع الانديه مع احترامي لجميع الانديه هل المنافس النهارده بيراميدز لاعب فريق بحجم وقوه النادي الاهلي في جميع الاختبارات اللي هو دخلها هنقول ان الماتشات كلها اختبارات انا في اعتقادي ان اول اختبار حقيقي لبيراميدز كان النهارده قدام النادي الاهلي اول اختبار حقيقي لبيراميدز كان النهارده قدام النادي الاهلي وفشل فيه دي وجهه نظري يا كابتن شريف انا موافقك تماما ده ايه بقى النهارده في حكام اجانب الفرق لا في طرد بقى ولا في ضربات جزاء ولا في وبعدين انت النهارده لما بتيجي تتكلم على لعيبه النادي الاهلي وبتاهلهم لمباراه بتيجي تقول لهم فيها دي مباراه الدوري انت هتلاعب المنافس الاول ليك اللي هو سابقك في المسابقه وسابقك في عدد المباريات فاكيد
الكالتشر بتاع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي المعدن بتاعهم ها زي ما احنا اتفقنا انا وانت في المواقف اللي زي دي ها مريخ السوداني سيمبا الفاينلز اللي بنروح نلعبها الوداد تتعادل ها تكسب هنا 2-1 وتروح تتعادل هناك 1-1 وتبقى كنت مؤهل انك تكسب كمان 3-4 بعد الجول اللي جبته هي دي طبيعه النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي وده طبيعه دخول النادي الاهلي في اي بطوله يعني انا مش داخل عشان ابقى في المربع الذهبي او لا انا داخل عشان انا اللي الكلمه العليا الحقيقه بتبقى في الدوري في الكاس ولما ما باخدش الدوري او ما باخدش الكاس لازم تبقى فيه ظروف قاهريه زي السنه دي برضو كده انا بعتبر ان السنه دي برضو ظروف قاهريه استثنائيه انك انت تبقى في فرقه يا راجل في فرقه تبقى لعبه بقى انت تمام مباراه بينك فرقك وبينك وبينك انت سايب واحد يلعب وهو يكسب وانت لسه قاعد بتلعب وهو خرج من بطولات وانت قاعد في بطولات ها بتكمل البطولات بتاعتك والتاني قاعد يلعب برده عادي جدا ويكسب وعادي وبعدين وبتعالى الحالي احنا راح مننا دورين بنفس الشكل ده بنفس الطريقه دي ده غير طبعا ايام ما كنا بنجيب جوال عادل والفار ها كان عندنا سيناريوهات غريبه جدا بتعدي علينا فعشان تخسر بطوله بتبقى عندك ظروف قهريه وفي الاخر ما بنلومش حد بنلوم نفسنا يوم ما بنخسر يا ايمن بنلوم نفسنا احنا برضو صحيح لان احنا الاحق والاقدر ان احنا نحتفظ بكل البطولات اللي احنا بنخش فيها انا كان سمعت يعني مجلس اداره النادي الاهلي على راسه كابتن محمود الخطيب اجتمع باللعيبه قال لهم انتوا عندكم فرصه ذهبيه قوي ان انتوا تعملوا نفسكم مجد في الفتره دي تحت ايديكم يعني بيتحقق لناديكم وكل حاجه ولكن انتوا كمان في الجعبه دي وفي في الوقت ده من ادائكم ومن وجودكم انتوا تقدروا تعملوا حاجه جميله قوي احنا الواحد اي واحد فينا لعب 10 سنين 12 سنه 13 سنه اسامه عرابي اكتر واحد فينا يمكن لعبت ماتشات يا اسامه وجبت بطولات على ما اعتقد خدت بالك كان ليك حق وشرف المشاركه في كل ده شوف اسامه عرابي يعني بيزهو بالشكل اللي هو فيه يعني الوقت اللي لعب فيه بلال وعادل وكابتن ايمن شوقي يعني كل واحد فينا لو حتى لعب 10 دقائق او لعب انا بتكلم على التاريخ التاريخ اللي انت بتمثل اسمك فيه والجروب اللي انت لعبت فيه انت لعبت مع كذا جروب ولعبت معانا ولعبت مع كابتن خطيب ولعبت مع كل الدنيا فهو ده اللي احنا عايزين لما نتكلم فيه نتكلم على طبيعه لعيب النادي الاهلي او سلوك النادي الاهلي في التعامل في البطولات فمش لما تيجي تاهل لعيبه برغم الغيابات كمان يعني خد بالك انت عندك واحد يجيله نزله معويه وانا عامل حسابي انا كشريف جاي اتفرج عليه النهارده فاكر لما قلت لك اضبط المضبطه دي زي ما نكون حسبنا الراجل ان الراجل ده لازم يكون موجود في المباراه الجايه يعني ف ده الطبيعي الحقيقه وانت ما بتاهلني للبتاع زي المباريات اللي لازم ناخدها ماخذ جد صحيح المباريات اللي جايه ما نضيعش الحلاوه بقى اللي احنا عملناها دي فاركو ان شاء الله يا اولاد ما تضيعوش بقى الجمال اللي انتوا عملتوه ده ولا فيوتشر هنلعب فيوتشر هنلعب فيوتشر مودرن سبورت باسم هنلعب مودرن سبورت الماتش الجاي ما تضيعوش الحلاوه بقى متعونا زي ما بتمتعونا كده بالرؤيه والحاجات دي والباس والدخول جوه ال 18 والزياده العدديه يعني خلينا على نفس المنهج ده ان شاء الله ومبروك النهارده وانتوا جادرين الحقيقه بجميع مختلف الاداء من جميع الفوارق في الامكانيات اللي موجوده ربنا يوفقهم باذن الله ويحتفظوا جماهير النادي الاهلي بالبطوله دي كمان ده ملخص للمباراه كابتن اسامه وفي اعتقادي فاز الفريق الافضل بس السؤال هنا لماذا تفوق الاهلي على بيراميدز فنيا خلال الشوطين؟ لا هو مش خلال الشوطين هو في اجزاء من اللقاء الجزء الشوط الاولاني قلنا اتقسموا الشوطين الشوط الاولاني الاهلي ابتدى بشكل كويس ودي احسن فتره لعب فيها النادي الاهلي اللي هو الجزء الاولاني من الشوط الاولاني ومستر كولر قال كده كمان دي حقيقه واضحه والاهلي كان ممكن يجيب فيها اكتر من جون كان في لخبطه في فرقه بيراميدز وبرده لعب كريم حافظ باك رايت وقعد الشيمي دي لخبطه الجنب اليمين
ومحمود مرعي وكريم حافظ كانوا متلخبطين مع بعض. الشوط الثاني يعني الخطوره بتاعت النادي الاهلي كانت اقل، ولكن في مجمل الماتش الاهلي كانت فرصه اكتر. يعني بيراميدز ابتدى يخش في الماتش في نص الشوط الاولاني. النادي الاهلي واحد من العوامل الكبيره جدا اللي كسبه الصوره اللي انت شايفها دي. الجماهير كانت عامل مهم جدا، لان بتعرف ترجع اللعيبه للماتش. بالظبط. يعني يا دور مؤثر، دور مؤثر غير طبيعي. يعني عرفت ترجع اللعيبه للماتش، حتى واللعيبه خسرانه 2-1 في الدقيقه 60 او الدقيقه 50، لانه جاب احمد سامي جاب الجون تقريبا في الدقيقه 50 يعني بعد 5 دقايق من الشوط الثاني. الجماهير كان ليها دور كبير جدا جدا. اداء حسين الشحات الرائع النهارده كان مؤثر جدا جدا، من احسن الماتشات اللي لعبها حسين الشحات. والعامل الثالث ان الكره فيها جزء من التوفيق. يعني انت برضو، ما هو انت ممكن تخلق فرص كتير وما توفقش انك تسجل، ممكن الفرقه الثانيه تخلق فرص وما تجيبهاش، ففي عوامل كتيره مجتمعه خلت النادي الاهلي يكسب. الحاجة التانية برضو اللي كانت مؤثرة في اللقاء نزول ديانج وقفشة، رغم انه انا من وجهة نظري انه نزلوا متأخرين. يعني ديانج نزل في الدقيقة 72 وقفشة نزل في الدقيقة 80. قدروا يأثروا في اللقاء. يعني بصفة عامة مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي في مجمل اللقاء هو كان الافضل والاخطر فرصا، ولكن مش عامل واحد بس اللي كسبنا. قلت الجمهور، قلت روح الفانيلا الحمراء، قلت نزول ديانج وقفشه. فمبروك وان شاء الله بالتوفيق الماتشات الجايه باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، ليك تعليق؟ كنت عايز اكلمك على الفوارق الفنيه بين الفرقتين، بين الاهلي وبيراميدز. النهارده النادي الاهلي تفوق على بيراميدز تفوق كامل. يعني انت بتتكلم على فرقه، يعني لو عملت احصائيه ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، تلاقي ان بيراميدز من وجهه نظري تكتيكيا كان ما فيش خالص. حته الخطوره كانت في النادي الاهلي اكتر، عدد الفرص الضايعه من الاهلي اكتر من بيراميدز، يعني اكتر كتير. الحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك، انه راحت النادي الاهلي وراحت بيراميدز في فرق كبير قوي ما بينهم. مظبوط، اتكلم عليها برضو مستر كولر في المؤتمر الصحفي. يعني انت بتتكلم على فرص صعبه جدا للنادي الاهلي. انت بتتكلم على 3 مباريات، كل 3 ايام بتلعب مباراه، حسبناها كتير يعني. والحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك، الاهلي كان ممكن النهارده يطلع بنتيجه كبيره قوي مع بيراميدز لولا الهدف الاولاني اللي انا بعتبره اوفسايد. دي حقيقه. يوم اللعيب كان جاي من الاوفسايد دي فعلا. ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله يا كابتن ايمن، لا، الاهلي تفوق النهارده لعبا ونتيجه، وكان المفروض يطلع النتيجه اعلى من كده. بس هي الحاجه المهمه بقى النهارده دخول قفشه ودخول ديانج، نستغلهم، لانك انت تقدر توسع القاعده بتاعتك المشاركين الايام القادمه، لانك عندك 10 مباريات في الدوري غير ماتش الكاس. عندك 10 مباريات في الدوري، صعب جدا، صعب تلعب باللعيبه دي على طول في الجو الحر اللي احنا فيه ده. انت الرطوبه عاليه والجو حر، فانت عندك مشكله كبيره في حته اللياقه البدنيه، عندك مشكله كبيره في حته انك انت ترجع استشفى تاني، عندك الضغط العصبي اللي عليك، انت فاهم. ولكن من الاخر النادي الاهلي الافضل، النادي الاهلي الاحسن. افتكر ده اول خطوات النادي الاهلي لانه يمشي في الطريق الصحيح، لان الماتشات المؤجله كتير. النادي الاهلي في صعوبه كبيره قوي، عنده مباريات من العيار الثقيل. بص يا كابتن، خلينا نتكلم ايه الخطوره في المباريات القادمه للنادي الاهلي. 3 اسباب رئيسيه. رقم 1، انت بتلعب فرق مرتاحه اكتر منك، يعني انت بتلعب مباراتين والفرقه دي بتلعب مباراه واحده. هي انت بتاخد 48 ساعه راحه، هم بياخدوا 5-6 ايام راحه كانهم بيلعبوا مباراه في الاسبوع. ده رقم 1.
رقم اتنين انت بتلعب النادي الاهلي عاوز تضيع منه الدوري، عشان لو انت اصلا في الجدول في نص الجدول فانت عايز تضيع الدوري من الاهلي علشان تتقال عليك ان انت اديت اداء كويس في الدوري، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه في عاده النادي الاهلي كل اللعيبه في اخر السنه حتى لو هم نزلوا او هينزلوا فبص تلاقيهم بيموتوا نفسهم وبيكسروا الدنيا علشان اللي يحصل علشان يتصيطوا. المدرب كمان لازم يكسب علشان يقدر يشتغل له سنه ولا حاجه تانية بعد ما يكسب النادي الاهلي. في صعوبه كبيره قوي للنادي الاهلي، علشان كده انا سعيد جدا بجمهور النادي الاهلي. ده اللاعب رقم واحد. تخيل انت جمهور النادي الاهلي وعظمته النهارده وحلاوته النهارده ان هو احتكاك بقى قوي جاي بيراميدز الفرقه اللي بتنافسك على البطوله، شفت عدد الجمهور قد ايه، شفت التشجيع. والكابتن اسامه كمان قال نقطه مهمه جدا جدا قال من ضمن العوامل المؤثره في رجوع الاهلي للماتش بسرعه بعد 2-1 تقدم لبيراميدز الجمهور. طبعا الجمهور طول الوقت ادى مثل كبير جدا، لما بيلاقيك تقل كلاعيبه كانهم مدربين، لقوك تقل في بينهم وبين بعض اغنيه مهمه جدا اللي بيقولوها دي اللي بيصحوا اللعيبه بيها. لفريق كبير حاجه كده يصحوك ويخلوك قوي جدا وتقدر طول الوقت انك انت ترجع، يعني عارف بيديك اكسجين زياده جمهور النادي الاهلي. ويا بخت لعيبه النادي الاهلي بجمهورها، خد بالك من العوامل اللي بتضغط على الفرق الثانيه وتضغط عليك برضو لو انت مش متمرس. ولكن في الاخر الاهلي الافضل، الاهلي الاحسن النهارده، خدنا 3 نقاط مهمين جدا ب6 نقاط المفروض بس نحسبهم الـ6 في الاخر بعد ما تتعادل النقاط. عندك المباراه القادمه مباراه صعبه للغايه، الفرقه قاعده بتلعب لعبه من يومين 3 حاجه كده ولسه هتلعب بعد 3 ايام وانت هتلعبهم ودي صعبه، وبعدين رايح لبيراميدز ثاني هتروح بتهيألي تلعب مباراه الكاس، عندنا مباراه الكاس وبعدين عندنا مباراه. بس اقول لك مباراه الكاس برضو ممكن يلعب عدد كويس من اللاعبين اللي هم ما بيلعبوش خالص. خلي حاجه للكابتن بلال يتكلم. اتفضل يا كابتن. خليك يا كابتن انا اتكلم في موضوع ثاني. طيب عايز اتكلم في الموضوع دوت؟ لا لا لا. طيب انا كنت عايز اتكلم قبل ما نروح للباز على اسامه ابو علي. اسامه ابو علي بيثبت من مباراه لاخرى ان هو مكسب كبير للنادي الاهلي. إيه قلنا المره اللي فاتت وليه ما يفكرش في موضوع هداف الدوري؟ ما زالت المنافسه وما زالت المنافسه موجوده. اعتقد 13 هدف هداف الدوري في الوقت الحالي اعتقد، يعني 14 اعتقد مايلي 14 14 جاب الجول النهارده 14 هدف بهدف النهارده، يعني بهدف النهارده. بس خليني على وسام وتحركاته وخطورته على المرمى وهو و10 اهداف لوسام، ف مش بعيده. بتلعب في النادي الاهلي بتلعب في النادي الاهلي اللي عنده حظوظ كتيره جدا، يعني عنده لعيبه تقدر توصلك للمرمى النهارده. يعني الكربون اللي الجون النهارده زي الجون الماتش اللي فات بالظبط تقريبا، يعني هو نفس تقريبا. وخد بالك وفي واحده ضايعه برضو الماتش اللي فات قريبه لكده. فانت لما بتلعب في النادي الاهلي عندك حظوظ كتير جدا، عندك فرص كتير تمام. في حاله من الفوقان عند لعيبه النادي الاهلي عند اطراف النادي الاهلي، يعني انت كل مباراه بيجي لك لعيب فايق تمام، لعيب بيأدي بشكل رائع جدا. حسين الشحات الماتش ده عمل ماتش رائع جدا جدا، قدر يصنع هدف ركلة جزاء تصدى لها وسام ابو علي حطها بشكل رائع جدا جدا جدا. فالنهارده انت كلاعب او كراس حربه في النادي الاهلي لا لازم تطمح في ان انت تبقى هداف دوري، لازم تطمح في الارقام الفرديه مش بس الارقام الجماعيه مع الفرق. أي. تمام. وسهل الموضوع مع الاهلي سهل، لان الاهلي فريق بيروح على الجول النهارده هنشوف الاهلي راح على الجول كم مره، 8 9 ممكن يكون 10 فرص فيهم، ممكن 5 6 فرص او 4 فرص محققين لتسجيل الاهداف. أيوة. تمام. فانا كراس حربة انا دوري في ال 18 ببقى جيد، خاصه لما يبقى عندي واحد مثلا زي عبد القادر، زي واحد زي حسين الشحات، واحد زي امام عاشور، واحد زي مجدي قفشه، لعيبه تقدر توصلني بسلاسه للجون. يعني النهارده وسام سجل هدفين وضيع هدف من السهل اللي كان التعامل معاه مع حارس زي الشناوي. بس دي بتحصل مع المهاجمين برضه، بتحصل هي ما حصلت. لا طبيعي الاهداف وسط طبيعي وامر وارد جدا جدا بالظبط تمام. لكن انا بقول لك كان ممكن يقدر يسجل، كان ممكن يقدر يسجل تاني طبيعي جدا على فكره سهل.
سهل انه يسجل هدف يعني. فلا الاهلي في الحته الهجوميه رائع جدا، الاهلي بشكل عام رائع جدا. خد بالك كابتن ايمن، طب يبقى لكل ابطال لحد ما يقابل النادي الاهلي بالظبط كده يعني. طب كل ابطال كل في المقدمه ده الاختبار الحقيقي لحد ما يتصادم بالنادي الاهلي يعني. كل بيراميدز يعني بقى البطل لحد ما قابل النادي الاهلي تمام، وقبل كده كل الفرق يعني، يعني كل الفرق نحطها في حيز محدد لحد ما يبتدي يقابل او يصطدم بالنادي الاهلي. صحيح. هنا يعني وجود الاهلي مرعب لكل لكل الفرق. لازم اعمل حساب للبطل، خد بالك حتى في اسوء حالاته. ايوه حتى الاهلي هو في اسوء حالاته، لو مش في افضل حالاته بكل لا انا بقول لك حتى لو الاهلي في اسوء حالاته ايوه بيبقى مرعب. هو النهارده مش في اسوء حالاته بقى، انا بكلمك في العموم. حتى لو الاهلي في اسوء حالاته يبقى مرعب لكل الفرق. صحيح. يبقى هو الاختبار الحقيقي لكل الفرق. بالزبط. يبقى هو الميزان اللي بتشتغل عليه، فاهم قصدي، اللي توزن بيه الفرقه دي اخبارها ايه. بالزبط. تمام، الفرقه دي بتادي، الفرقه دي كويسه، الفرقه دي عندها امكانيات، عندها قدرات. هل قدراتها وامكانياتها وطموحها تمام ممكن يروح بيه ان هو ياخد دوري من النادي الاهلي بسهوله؟ الامر يعني بتقيس او زي ما انت بتقول كده الميزان النادي الاهلي. اه طبعا طبعا الاختبار الحقيقي النادي الاهلي. لا لا جدال، انت ممكن يبقى احنا بنتفرج على الاهلي مثلا يعني. أي. الاهلي والبلديه والاهلي كسبان بصعوبه جدا والبلديه بتنزل درجه ثانيه مثلا يعني، لكن هل هو ده الميزان اللي او ده المقياس اللي بتقيس بيه؟ لا. لا طبعا. صحيح. لكل مباراه ظروفها، لكل مباراه التكتيك بتاعها، لكل مباراه امكانياتها، لكل مباراه التفكير بتاع المدير الفني، لكل مباراه لعيبتها كمان. مزبوط. في لعيبه بيظهروا في المواقف الصعبه، وفي لعيب ممكن يبقى الماتش السهل بالنسبه له مش ما بيأديش فيه احسن حاجه. تمام؟ تمام. فلا فالاهلي طبعا يعني قمه كبيره جدا 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 جدا. صحيح. ان شاء الله يبقى دي بدايه البدايه الحقيقيه ان شاء الله باذن الله للاحتفاظ باللقب ان شاء الله. ان شاء الله. شرفنا الان زميل العزيز محمد الباز عشان يحلل لنا بقى ارقام الفريقين بعد مباراه اليوم. نورنا يا محمد، والف مبروك للنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي. النهارده الاهلي قلب الارقام كلها على بيراميدز بالفوز النهارده. اهم ثلاث نقاط من وجهه نظري في يعني صراع المنافسه. اوقف طبعا سلسله الفوز المتتالي لبيراميدز بعد 14 فوز متتالي. النهارده الاهلي اوقف بيراميدز والحق بالهزيمه الثانيه في الدوري هذا العام، يعني بالتساوي كده مع الاهلي كده، الاثنين عندهم هزيمتين او خسارتين في الموسم الحالي. برضه هكمل على كلام كابتن بلال بخصوص وسام بن علي يا كابتن، مقارنه ب طبعا فيستون مايلي. احنا كنا اتكلمنا قبل المباراه، بس في الاخر كده هنعرض بقى الارقام وندلل بالارقام ان فرص وسام ان هو يصبح هداف الدوري ويفوق طبعا فيستون مايلي فرص كبيره جدا، واسبابها فنيه هنعرضها ونتكلم عليها. ولكن خلينا الاول نبص ارقام المباراه النهارده والتفوق كان للنادي الاهلي في بعض الاماكن في الملعب النهارده، خاصه وجوده في الثلث الهجومي هو ده ادى الافضليه. المباراه انتهت 3-2 يعني. بالمناسبه بيراميدز السنه دي ما دخلش في مرمى ثلاث اهداف في مباراه واحده طول الموسم. تمام. اللي كانت مباراه المصري كانت في الكاس 3-1 او 3-2. نتكلم على الدوري، استحواذ 52-48. الركنيات النهارده ثلاث ركنيات للاهلي مقابل اربع ركنيات لبيراميدز. تسديدات يا كابتن النهارده في 10 تسديدات للنادي الاهلي، 10 تسديدات منهم ثلاثه على الثلاث خشبات او الاون تارجت. بيراميدز سدد اربع تسديدات فقط، تخيل، منهم اثنين على الثلاث خشبات. تفوق النهارده كان في التسديدات للنادي الاهلي، منهم طبعا هدف من خارج منطقه الجزاء اللي هو هدف طبعا قفشه، وده زود معانا عدد الاهداف من خارج منطقه الجزاء للنادي الاهلي. الفرص النادي الاهلي النهارده صنع 8 فرص بشكل عام، منهم فرصتين محققتين. بالنسبه لبيراميدز 3 ومنهم فرصه محققه. الاكس جي كان عند بيراميدز كان يصل يعني لهدف، النهارده احرز هدفين، اما بالنسبه للنادي الاهلي قد ممكن يصل ل يعني ثلاث اهداف، وده اللي حصل بالفعل من واقع الفرص والتسديدات. نكمل نشوف الشكل النهارده، التمريرات دايما الاثنين مقاربين يعني، حتى مباراه النهارده التمريرات الصحيحه 302 عند النادي الاهلي، وهم برده 303 سوري عند النادي الاهلي، 302 عند بيراميدز، ولكن الدقه كانت الافضليه للاهلي 78% مقابل 74%. الرقمين دول كدقه كابتن ايمن، لا النهارده يعتبر من
من اضعف يعني التمريرات، وكان في ميس باص كبير جدا عند الفرقتين مزبوط. شفناهم وحضراتكم اتكلمتوا، بالتالي اتعكس في دقه التمريرات عنده، لان الاهلي وبيراميدز في المباريات اللي لعبوها طوال الدوري وصلوا لدقه 85% من تمريراته. نتكلم على التمريرات الطوليه، الاهلي عمل 35 تمريره طوليه النهارده، منهم 14 بشكل صحيح بدقه 40%، لكن بيراميدز 43 النهارده لونج بول اتلعبت ب 14 منهم بس صحيحه بدقه 33%. نخش بقى على الشكل الهجومي ونشوف الفرق، الافضليه كانت للنادي الاهلي بتمريراته في الثلث الاخير في عند بيراميدز، لعب 101 تمريره منهم 56 بشكل صحيح بدقه 55%. بيراميدز لعب 27 تمريره فقط في الثلث الاخير عند النادي الاهلي بشكل صحيح، يعني من 59 تمريره. فالاهلي النهارده يعني ضعف الرقم ده مرتين، يعني بالنسبه لوجوده في الثلث الاخير عند بيراميدز حتى تمريرات. ودخول النادي الاهلي النهارده بهجمات في الثلث الاخير، كان عنده 56 تمريره في الثلث الاخير النهارده، وجود يعني بشكل كبير جدا في الثلث الاخير عند نادي بيراميدز، ثلث الدفاع عندهم، وكان معظمهم طبعا يصل ل 15 تمريره من العمق، وده وضح طبعا الافضليه والخطوره وجود النادي الاهلي في الثلث الاخير عند مرمى الخصم. بيراميدز 40 بالنسبه للعرضيات، النهارده بيراميدز عمل طبعا 12 عرضيه، منهم 2 بشكل صحيح دقتهم وصلوا 17%. وكنا بنقول يا كابتن ايمن قبل المباراه، من اهم نقاط القوه عند بيراميدز هي الكرات العرضيه من اللعب الاوبن بلاي او حتى الكرات الثابته، ومنهم فيست مايلي طبعا احرز 6 اهداف بالراس، يعني ده كانت من شكل خطوره، والهدف فعلا اللي دخل في الشناوي كان واحد منهم بهذا الشكل. يعني الاهلي عمل 7 كروسات، دايما الكروسات بتقل عند النادي الاهلي يعني حتى النهارده، لانه اعتمد اكتر على الدخول في الثلث الاخير واللعب في العمق بشكل كبير واللونج بولز، فكان في 7 كروسات فقط، واحده منهم هي اللي يعني كانت صحيحه بدقه 14%. حتى كسب الثنائيات تفوق للاهلي 52% من كل الالتحامات اللي حصلت بالمواجهات الثنائيه عند بيراميدز دقه 49%، يعني الارقام متقاربه الى حد ما في الناحيه الدفاعيه. كسب الكره وخساره الكره كانوا مقاربين جدا يا كابتن ايمن، دايما الاهلي بيمتاز بالكاونتر بريسنج، وشفنا طرق الضغط واسترجاع الكره، وهنعرض بعض الصور اللي ترجم الارقام اللي احنا شفناها عشان نشوفها فنيا كانت ماشيه ازاي. افضل ارقام النهارده طبعا خد رجل المباراه هو حسين الشحات، صحيح، ومعاه طبعا وسام بن علي. فخلينا نبدا بحسام حسين الشحات النهارده يا كابتن، عمل مباراه كبيره جدا، اهمها طبعا وجوده في الثلث الاخير بشكل خطوره كبيره بتمريراته. عنده طبعا النهارده تمريره حاسمه واحده، لعب 90 دقيقه كامله، لمس الكره 42 مره. تمريراته النهارده يعني ما كانتش بشكل كبير، ولكن الانتاجيه من التمريرات والتاثير بتاعها الايجابيه عاليه جدا، بالتالي ان هو عمل تمريرات مفتاحيه 3، والمباراه السابقه عمل 4 تمريرات مفتاحيه. حسين الشحات تاني اكثر اللاعبين في التمريرات الكي باسس في الدوري العام هذا الموسم، يعني وصل ل 44، بيصل لمعدل 2.3 بالمباراه الواحده. فالمباراة النهاردة عمل 3 تمريرات مفتاحية، واللي قبلها الأخيرة كانت 4، فوجوده بيلعب دور كبير جدا حتى تكتيكيا. عمل عرضيتين النهاردة، نكمل عشان نشوف حتى تواجده من الناحية الدفاعية. ساهم في التمريرات الطولية، عمل 3 لونج بولز، ما اتخذوش بشكل يعني إيجابي على المرمى، ولكن صناعته للفرص المحققة وكسب الثنائيات عنده النهاردة كان في التحامات 13 مرة كسب منهم 7، حتى الالتحامات الهوائيه رغم يعني حسين الشحات عمل كان في 3 كسب منهم 2. فحسين الشحات وجوده مؤثر في الملعب بارقامه، خاصه الكي باسس وتحركاته، والتغيير النهارده السويتشنج اللي حصل اثناء المباراه ادى شويه افضليه ظهور حسين الشحات بشكل مميز. يعني نبص على وسام علشان برضو نكمل الجزء اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيه الفني، ونشوف وسام فرصه عامله ازاي في الدوري، ان هو هل فعلا يصبح هداف الدوري او لا. وسام النهارده لعب 90 دقيقه كامله، احنا كنا بنقول لحضرتك قبل المباراه يعني مشاركاته بالدقائق كانت قليله جدا، بتصل يعني يعني تقريبا 60 دقيقه يعني كمتوسط في ال 11 مباراه اللي لعبهم. النهارده دي المباراه ال 12، واول مره يكمل 90 دقيقه كامله، لمس الكوره 21 مره، طبعا احرز هدفين. تمريراته النهارده برده ما كانتش كبيره وكتيره، 11 يعني منهم 7 فقط بشكل صحيح.
التمريرات المفتاحيه، عمل واحده تمريره مفتاحيه النهارده كان ليها شكل وخطوره، سدد ثلاث تسديدات منهم واحده على الثلاث خشبات. ده ارقام وسام بن علي. ولكن يعني نرجع بقى للحته اللي كنا بنتكلم فيها، الفرق ما بين وسام او المقارنه ما بين وسام بن علي وطبعا فيستون مايلي هو اقتناص الفرص ترجمتها لاهداف. مقارنه فيستون مايلي هو اكتر لاعب اهدارا للفرص زي ما قلنا هذا الموسم، يعني اهدر 13 فرصه محققه. الاكس جي كان عند فيستون مايلي قبل المباراه، هو احرز طبعا في لعب 26 مباراه كان احرز 13، النهارده الهدف ال 14 كان ممكن المفروض يصل ل 20 هدف يا كابتن ايمن. لكن وسام بن علي كان المفروض يصل ل 6 اهداف او 6 يعني بوينت 6 اقول 7 اهداف تقريبا، وهو احرز في يعني كان قبل المباراه دي 8 اهداف. فبالتالي هو اوفر اتشيفنج للفرص اللي جات له، ان هو اوفر اتشيفنج عدد الاهداف اللي جات. عايزين نقول كمان خلي بالك عدد المباريات اللي لعبها فيستون مايلي وعدد المباريات اللي لعبها وسام ابو علي. النهارده 12 مباراه وسام بن علي وصل كده للهدف الرقم 10، وفيستون مايلي النهارده 27 مباراه وصل للهدف 14. بس وسام ابو علي لعب عدد مباريات اقل. اقل وعدد دقائق اقل. بالظبط. لان فيستون مايلي يعني تقريبا تخطى ال 2400 دقيقه النهارده، وسام وصل ل 800 دقيقه تقريبا. ومعدل الدقائق بالنسبه له في عدد المباريات ال 11 او النهارده كده 12 مباراه 63 دقيقه، اول مباراه يلعبها 90 دقيقه وسام من بن علي من ذو يعني قدومه للاهلي. وسام ابو علي. ابو علي. مش بن علي. ايوه هو ابو. فاللي هو اوفر اتشيفنج دايما على الاكس جي بتاعه ده معناها ان هو بيقتنص او يعني بيقدر يترجم معظم الفرص لاهداف، فرصه كبيره جدا ان هو يكمل في ان شاء الله ان هو يحقق هداف الدوري. اخيرا بقى كابتن يعني صورتين ثلاثه بس بتعكس الارقام اللي شفناها من ناحيه الضغط واسترجاع الكوره للنادي الاهلي والفرص، ان هو بدا النادي الاهلي يعزز وجوده في التلت الاخير ولعبه في العمق. الارقام بتقول لنا ان الاهلي بقى موجود بشكل كبير جدا في التلت الاخير لاي فريق، وخاصه في العمق والممرين الداخليين، لان الكي باسس والدبل باسس ودخول يعني امام مع حسين الشحات بيعملوها بشكل كويس جدا. الاهلي دي الهجمه بدات من الاول كان بيلد اب بكذا تمريره يا كابتن، واتلعبت هنا نقف بس نقف يعني هنا اتلعبت يعني الكره كانت شوف بنلعب الكره اللونج بول اللي هي بتتكمل هنا تتحط في نص ملعب الخصم لدخول بقى النادي الاهلي في الثلث الاخير عند بيراميدز. احنا شفنا الارقام من هنا بس كان هنا اللي احنا نقصده ان كانت ناحيه الشمال في مساحه كبيره جدا، وعايز اقول لحضرتك ده كانت في الدقيقه 5 في الشوط الاول. فكان الفرصة كبيرة جدا دي اتلعبت، نكمل بقى نشوف اتلعبت ازاي. للأسف اتلعبت يعني بطريقة خلاص طلعت ركنية. الفرصة كانت خطيرة جدا، الفرصة دي كانت سهلة جدا، سهلة جدا لو اتلعبت صح. مظبوط. فبالتالي ده اللي احنا بنتكلم عليه يعني الشكل نكمل بقى نخش على عشان الوقت بس ونسيب الكباتن بقى تترجم كل الحاجات الفنية اللي كنا نقصده، ان ازاي الأهلي كان بيعمل التمريرات الكاثرة للخطوط زي ما شفنا الضغط بقى هنا كابتن. نرجع معلش يعني نشرح مع الكباتن ونسيبهم بقى يكملوا. الضغط بتاع النادي الاهلي الضغط العالي الشرس هنا استرجاع الكوره في لحظات يا كابتن هنا، ودي ميزه بيمتاز بها النادي الاهلي. الكوره اتلعبت هنا عندي امام، نقف بقى هنا بس حسين الشحات. الكوره اللعب في العمق، شفنا الارقام بتقول لنا وجود الاهلي كان هنا النهارده في الحته دي في العمق والهاف سبيسز بشكل كبير. للاسف برضو الدقه في التمريره هي كانت لها دور كبير جدا، التركيز والانهاء بتاعه التمريره كان ممكن يخلي النادي الاهلي النهارده يصل لاكس جي واهداف كثيره. نكمل بقى نشوف هي كان شكلها عامل ازاي وتم انهائها ازاي. للاسف يعني هو وسام لعبها طبعا شكل عالمي، ولكن كان يعني اعتقد حسين كان محتاج يهدى عليها شويه، كان تبقى افضل من كده. دي برضو احد الفرص اللي بتقول لنا برضو شوف التمريرات التحضير النادي الاهلي بيبني الكوره حتى من الخلف، يبدا ان هو يطلع بالكوره التدرج هنا نقف ناحيه الشمال هنا سوري ناحيه اليمين عند بيراميدز فاضيه تماما فاضيه تماما، الكوره في نص الملعب. الاهلي بيقدر ان هو يطلع بالكوره بشكل كويس باكتر من تمريره، ولكن التمريره الاخيره لو كان في تركيز هنا بص فتح من السكاننج بشكل كبير كان ممكن يطير هنا اعتقد حسين الشحات. برضو امام حتى نزل في النص عشان يستلم وكان ممكن يلعبها في العمق، كان في اكتر من اوبشن يعني. صحيح. اكتفي بهذه الحالات يعني واسيب حضراتكم بقى تفسروها بكل وضوح، ولكن حبينا نربطها بالارقام. فرص الاهلي النادي الاهلي كبيره، ولكن اعتقد الماتشات الجايه هتبقى اصعب.
شكرا جزيلا يا باز، نورتنا والف مبروك للنادي الاهلي. مبروك مره ثانيه. شكرا يا كابتن. نروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظروا. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. زي ما قالوا كباتننا، طبعا فاز الفريق الافضل بالارقام اللي عرضها الباز، كان النادي الاهلي هو الفريق الافضل. النادي الاهلي تفوق ومستر كولر تفوق على المدير الفني الكرواتي، المدير الفني البيراميدز خلال الشوطين. الشوط الاول حتى مستر كولر كمان قال نفس الكلام تقريبا اللي احنا قلناه بين الشوطين، وقال النادي الاهلي كان الافضليه لحد اول 20 دقيقه. تمكنا ان احنا نجيب جول، جه فينا جول من خطا، ولكن قدر النادي الاهلي يرجع تاني الشوط الثاني، وكانت لينا سيطره، كانت لينا اهداف محققه، كان لينا اهداف مهدره. النادي الاهلي هو اللي فرض سيطرته النهارده، هو كان ليه التفوق. حتى لو قلنا ان خلال الشوط الاول النتيجه طلعت 1-1، ولكن فريق النادي الاهلي هو كان الافضل برغم الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي. واحنا قلنا الصعوبه من ايه؟ احنا قلنا قبل كده مجموعه لعيبه النادي الاهلي دي افضل لعيبه في مصر، والسنه دي بتثبت كده. ففي الفتره دي بنقول بس المباريات صعبه ليه؟ علشان ضغط المباريات. مستر كولر قال حتى نفس الكلام في المؤتمر الصحفي، هو بيطلع يقوله برضو في كل مؤتمر صحفي، ما يبقاش فرقه مريحه وانا بلعب اكتر من 20 ماتش في شهرين. ما يعني حتى الراجل بيستغرب، انا ما شفتهاش خالص قبل كده، يعني انا بشتغل في الكوره بقالي كام سنه، عمري ما شفت الكلام اللي بيحصل ده. انت في شهرين عشان اخلص الدوري تضغط عليا، لعبني كل يومين ثلاثه، بينما الخصم اللي هو او المنافس اللي هو بينافسك على لقب البطوله السنه دي خروجه من بطوله افريقيا ريحه كتير قوي قوي، بيلعب باريحيه كبيره جدا، بيكسب فهو مريح، ما بيلعبش زيك، انت الضغوط عليك، لدرجه ان حتى في الجدول، في الجدول بعد كده اللي احنا هنشوف ماتشات النادي الاهلي ايه وماتشات بيراميدز ايه، بيراميدز تقريبا عنده 10 ايام كامله راحه كامله قبل اخر ماتشين في الدوري، وكمان هيتاجلوا له. يعني ان شاء الله الاهلي يحسمها، ان شاء الله الاهلي يحسمها قبل اخر ماتشين باذن الله. ان شاء الله النهارده يعني زي ما بنقول كده قربت. عندنا مباراه مهمه جدا 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 مع فيوتشر كمان 3 ايام، فوز بيها هيحطك في حته تانية، يعني هيقربك قوي ان شاء الله. مش هنتكلم على ماتش بيراميدز اللي جاي، خلينا نتكلم على النهارده. النهارده اختبار صعب وحقيقي لفرقه بيراميدز. احنا اتكلمنا على النادي الاهلي، النادي الاهلي اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيبقى في اختبار صعب، بيبقى في اختبار صعب. لازم تعمل 1000 حساب، لا مش 1000 حساب، 1000000 حساب وانت جاي تلعب النادي الاهلي، وانت بتلعب النادي الاهلي. والنادي الاهلي حتى لو انت تقدمت بجول واتنين وحسيت ان الماتش قريب منك، لا، هتعرف بعد كده ان النادي الاهلي هو اللي ليه الكلمة العليا مع صفارة النهاية، تقدر تقول انا فين والنادي الاهلي فين. عندنا شوية حالات فنية لنجومنا الكبار، نبتدي بالحالة الأولى مع الكابتن شريف. الصورة الأولانية دي جمهور النادي الأهلي يا كابتن شريف بيبعت رسالة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يقول له الحمد لله على السلامة يا بيه. ألف حمد لله على السلامة، و يعني مجهود كبير قوي يا كابتن بيبو اللي أنت بتعمله الحقيقة، ملفات كتير قوي، ده غير الاهتمام بكل شيء، فعشان كده ربنا بيكرمه وبيكرمنا صحيح. ف كابتن خطيب بنتمنى لك على الاقل الحمد لله صحه وعافيه وسعاده، وربنا يعدي الايام الحلوه دي، ونفسيا حتى صحيح لما بنكسب الكابتن خطيب بيبقى كويس برضه، يعني الابتسامه بتبقى موجوده، لفته جميله من الجمهور. ناخد الحالات بقى، نبدا بالحاله الاولى مع الكابتن شريف. ده في بدايه المباراه في الدقيقه 4 كابتن شريف، ده التحضير ودي الرؤيه، دي الكره اللي كان كلمني عنها كتير هنا يعني. لو اتلعبت صح ثرو باس ملعوب، بس هنا لا ممكن تثبت الكره، والكره طاهر بيلعبها. ماشي، هنبدا تاني من اول. بص يا ايمن، اتفضل. ادي لك حاجه،
اي لعيب فينا عنده شخصيه في ادائه. حلو ده ثلاث وعنده يعني ثلاث ميلات بالظبط. وعنده قرار في تنفيذ بس هو ما شافش ايمن غير الراجل حسين الشحات اللي هو في الاخر ده وخد الديزيشن وخد القرار ان هو يلعب العرضيه دي حتى ما لعبهاش لونج باس من فوق عشان يضمن انها هتروح له. انت عارف دي لو اتلعبت عاليه انا اروح واخدها ببطن رجلي وهي نازله كده يا بلال بوك جون. انما هو عمل ايه؟ هو الرؤيه اللي شافها اعتمد ان الكره هتيجي سكيتنج على الارض وتعمل الراوند ده اللي بيلف هتبقى سهله بالنسبه للشحات انه ببطن رجله يروح. هو تهيأ له كده ولكن التنفيذ وهي كان ممكن تيجي كده. اقول لك على حاجه، يجوز التنفيذ في العشب بتاع عطل الكوره، يجوز الباص اللي هو كان بطيء كان ضعيف يجوز لو باص الامام عاشور كل النادي راحت على جنبه راح حاططها الامام عاشور اللي هو عنده ملكه التصويب ويقدر يعملها. يعني حاجات كتير قوي ولكن التنفيذ الحقيقه كان في صالح نكمل اللعب كان في صالح بيراميدز يعني كان هنا للراجل حتى راجل بيتزحلق وهو بيلعب. عادي لو قويه قوي او لونج باص من فوق لو تلعب تشيب ادام بقى انت بتنشن على واحد يبقى خلاص يعني. كابتن اسامه ده في الدقيقه كام لو معانا الوقت؟ النادي الاهلي الدقيقه 7 كابتن اسامه 7 النادي الاهلي رجع لنص ملعبه بالظبط يعني بيقرب الخطوط على اساس ان بيراميدز ما يخترقش. 7 يعني بعد الجون قبل الجون بتاعنا قبل الجول بتاعنا ماشي رجوع للنادي الاهلي لانه مش طول الوقت هيضغط لقدام بس ماشي كوره بقى نكمل الكوره نكمل الكوره تقريبا ال 20 لعيب في نص ملعب الاهلي منطقي الكوره قدام اللعيبه بتتنقل فالناس شايفه الكوره. انا برضو مش عارف هو ما فيش حاله واضحه كده يعني هي رجعت هناك وقفت وجت صوره تانية يعني كره قدام لعيبه النادي الاهلي ما تتمرر بالعرض طول ما الكره يعني الناس شايفاها قدامهم وبتتمرر بالعرض كده ما فيش خطوره لسه برضو لسه مش عارف هو ماشي خلاص ماشي بقى الصوره هي مش برضو ما اعرفش هي دي تحضير. المهم هجمه طبعا هجمه مرتده سريعه تقريبا الكره اتلعبت دي اعتقد اتحسبت اوفسايد تسلل يعني هو وما كملش الصوره ورا بعض بس هي واضح ان بيراميدز كان في نص ملعبنا واتقطعت واتعملت هجمه مرتده سريعه بس جت كانت اوفسايد على حسين الشحات. في مساحات كتير جدا بيراميدز في نص ملعب بيراميدز وخلف مدافعين بيراميدز بالذات اول 20 دقيقه كانت فرصه ذهبيه كريم حافظ لا رجعنا تاني يعني احنا عشان بنتكلم على كريم حافظ وجوده الناحيه دي الكره دي كريم حافظ اولا مش حافظ المكان مظبوط يعني هو بيلعب في الباك الشمال او او وسط الملعب الشمال وقفاته ما كانتش مظبوطه حتى في لخبطه بينهم من مرعي اترقص بسهوله قوي حتى ما حطش رجله خاف يحط كريم رقصه حلو قوي وعلى فكره كريم النهارده من اللعيبه اللي عملت مجهود كبير ممكن ما يكونش ساعات احيانا في دقه في ادائه في التلت الاخير لكنه عمل مجهود كبير وقضى جدا. على خطوره مصطفى فتحي تماما ما كانش ليه وجود طول المباراه مصطفى فتحي النهارده كان بعيد خالص عن صحيح ماشي كابتن عادل ده الجون ده الهدف يا كابتن عادل ده انا بس عايز ارجع نرجعها من الاول معلش نرجع من الاول ماشي طب أنا كان ضغط من لعيبه النادي الاهلي ماشي كمل بس هنا بقى يعني شوف من وجهه نظر من بدايتها الباص ده بتاع مروان عطيه وبعدين الباص الثاني يعني الاثنين محضرين حسين الشحات محضر مروان عطيه محضر اول ما الكره اتقطعت مروان عطيه كان محضر الباص فلعب الباص ماشي حسين الشحات برده محضر الباص لعب الباص الناحيه الثانيه اتلعبت الباص يعني انت بتتكلم هنا بقى خالد كان فكره عالي والدياجون اللي عمله حسين الشحات كان عالي قوي لكن سر الجون كله في ايه؟ في تحرك حسين الشحات. حسين الشحات عمل الباص وراح خد الباص الثالث يعني الوان 3 هو عمله وخد الباص الثالث نرجعها كده ونشغلها تاني بعد اذنك ماشي الضغط تاني اتعملت باص غلط احنا قطعنا مروان عطيه لحسين الشحات، حسين الشحات عمل الباص هنا بقى الوقفة. نقف هنا لحظة. هنا حسين الشحات عمل الباص وراح كمل عشان ياخد الباص التالت. تمام. عمل الباص، اوكي شغل، تمام.
هو راح بقى الدياجونال اللي هو الجري القطري اللي جرى حسين الشحات، هو ده الهدف. من هنا بقى كان في شغله ثانيه لحسين الشحات. وقف حسين الشحات عمل ايه؟ الكره الاولانيه اللي اتعملت من طاهر محمد طاهر كان المفروض يلفها للابعد. حسين الشحات وداها في الحته الابعد ما بين حراسه المرمى وما بين المدافعين. القوه كويسه، قوه مميزه. دي لو كانت اتعملت عاليه كانت اتقطعت، اتقطعت من الثلاثه، لكن برضو قوه الكوره هي اللي خلتها توصل. ده الباص القوي اللي احنا بنتكلم عليه، لو اللعيب اتعملت كده كل الاهداف هتبقى بالشكل ده. كابتن بلال دي الكوره لا هتلنا بعد اذن ايوه من البدايه، برضو ضغط من لعيبه النادي الاهلي. بص انا هنا بس في الكورتين معلش. اتفضل. يعني عبد المنعم انقضاض مظبوط بباص قطع باصه حاجه رائعه جدا النهارده عبد المنعم الحقيقه، يعني مستوى النهارده كان هايل، يعني مفيش اي كومبلين. يعني احنا كنا دايما نقول عبد المنعم لازم تبص بسرعه، لازم تبقى اجريسيف شويه، النهارده الحقيقه يعني نرجع الكوره بقى معلش نرجع الكوره ونشوف تصرف حسين الشحات. لا حسين لعبها بشكل رائع جدا جدا يا كابتن، رائع بشكل رهيب جدا النهارده. وخد بالك الجول الاولاني والكره دي في تحرك يعني في منتهى السوء للاعيبه بيراميدز. صحيح. احمد سامي ساب حسين الشحات وراح رجع، ودي نقطه تحول في الجول. والكره دي كمان كريم حافظ تمام برضو ساب وسام ابو علي. لكن وسام في الحته دي خد بالك انت لازم يبقى قاري الجول، عارف قدراته وامكانياته ايه. انت دايما لازم تختبر الجول وتبقى عارف الجول ده بيطلع ازاي، شكله عامل ازاي. احمد الشناوي مش القضادي، احمد بيطلع يعمل كده يلف يدي ظهره للعيب، لو هو حطاه يعني حلو هي. بس كان ممكن على فكره ممكن يرقصه لجوه تمام، او يحطها على الارض جنب الجول برده كانت هتبقى هدفه. لكنه يعني الفكره جيده، الباس رائع جدا، وهو سجل هدفين كفايه النهارده. الحمد لله. متفقين كلنا ان حسين الشحات هو رجل مباراه اليوم. لا اسال الاول. متفقين لا لا اسال فينا كابتن. لا كلنا قلنا كابتن واضح جدا طبعا. طيب بص النهارده منعم زي ما بلال قال كان ممتاز. كريم فؤاد عمل جهد كبير، ولكن حسين الشحات النهارده اكتر من ممتاز. وسبب رئيسي في فوز النادي الاهلي النهارده. يعني ايه الجديد؟ لا يعني في ماتشات احنا بنقول مثلا فلان كويس، فلان نجم المباراه، بس فعلا حسين تفوق على نفسه، كان متفوق على نفسه. صحيح دي حقيقه. بكده خد رايي انا، ما قلتش ما احنا قلنا حسين الشحات. انا بقول قفشه. طيب ماشي وقضيه قفشه. ماشي هي الابرز قضيه قفشه. لا هو قفشه دائما هو عنوان الفرح ليك. طيب صاحب البهجه والسعاده. بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز والمؤجله من الجوله رقم 14 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت فوز النادي الاهلي 3-2 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي جماهيره العظيمه، وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم مبروك كابتن، شرفتني. كابتن مبروك، وانت فاجئتني كده بحاجه وانا جاي احلل البتاع. من الجميل ان الجماهير كلها تحبك، ومن الجميل ان تفرح الجماهير دي كلها. طبعا فالف مبروك كابتن عادل الرحمن. الف مبروك يا كابتن، وعقبال المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامة عربي شكرا يا كابتن، مبروك. ثلاث نقاط مهمين جدا، وان شاء الله بالتوفيق الماتش الجاي ان شاء الله. شكرا يا هداف، الف شكرا يا كابتن. بس المفاجاه فين بتاعك بتشيك؟ خليك في حالك في الفاصل. المفاجاه في حالك في حالك. لا انا فاجئوني بان الكابتن خطيب باللفته، يعني في لفته الكابتن خطيب بيطمنوا على الكابتن خطيب. صحيح. من الجميع يعني من الجميل ان الدنيا دي كلها تحبك بهذا الشكل، خدت بالك؟ ف واتخضيت انا برضو في حكايه ان احنا نطمن على كابتن خطيب. الحمد لله ان شاء الله بخير والحمد لله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياتي.